صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا هبة، صباح الخير والسعادة والرضا على حضراتكم في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. امبارح الحقيقة كان في خبر مفرح جدا في الحياة السياسية المصرية، خطوة مهمة حصلت امبارح باستجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهه للحكومة بتطبيق توصيات الحوار الوطني الخاصة بالحبس الاحتياطي. ده لاقى إشادات واسعة من كافة أطياف القوى السياسية. السيد الرئيس أكد على أهمية تقليل الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، أكد كمان على ضرورة الحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي لغاية ما يتم التحقيق من غير ما يتحول إلى عقوبة. الحقيقة أن استجابة السيد الرئيس للحوار الوطني والتوصيات اللي بيخرج بيها والنقاشات من المتخصصين بتؤكد الحرص على إشراك المواطن في صناعة القرار وإعلاء حقوق الإنسان. رئيس السيسي كمان طالب الحكومة بتفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي، وأكد على أهمية التعويض المادي والأدبي للأشخاص اللي بيتعرضوا لحبس احتياطي خاطئ. والتوجه ده جاي طبعا استجابة للنقاشات المستمرة اللي كانت في أروقة الحوار الوطني واللي بتعكس الرغبة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. مجلس أمناء الحوار الوطني كان قدم للسيد الرئيس 24 توصية بخصوص الحبس الاحتياطي، توافقوا على 20 توصية منها تتعلق بمدة الحبس، بدائل الحبس الاحتياطي، وتعويض المتضررين من الحبس الخاطئ. الإشادة بالخطوة دي كانت كبيرة جدا بالأمس لأنها بتفتح أبواب جديدة لتحسين منظومة العدالة. هنتكلم عن كل التفاصيل دي في فقرة خاصة النهاردة في صباح الخير يا مصر. عشان كده الحوار الوطني بكل ما دار فيه سواء على المستوى الاجتماعي الاقتصادي الثقافي، كل ده بيؤخذ في الحسبان من السيد الرئيس. التوجه الأخير بيدي دفعة كبيرة جدا الحقيقة للحوار الوطني ولمخرجاته، بيؤكد على أهمية العمل السريع لتطبيق التوصيات المتفق عليها، وده بيعتبر خطوة إيجابية في اتجاه تعزيز حقوق الإنسان وتطوير الحياة السياسية والحزبية في مصر. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وبنقول لكم صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي مع حضراتكم نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، نقول لها صباح الفل عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد. صباح الخير يا هبة. صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. يعني درجات الحرارة يمكن لسه ما زالت مرتفعة مع نسب رطوبة مرتفعة كمان، هي ده اللي بيدينا يعني الإحساس بحرارة الطقس بشكل أو بآخر. بصبح عليكم وبصبح على حضراتكم مرة تانية. خلونا نستعرض مع حضراتكم في البداية أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية عند رمسيس هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو متجه المهندسين عليه كثافات مرورية نسبية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني، وفي برضو بعض الكثافات البسيطة بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة. كمان في شارع عباس العقاد وطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية باستثناء الكثافات عند النزلات، وبخصوص كمان محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرورية، لكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. كمان شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. ونروح لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية، وفي كثافات مرورية عند كوبري استانلي وعلى طول الكورنيش، وفي كثافات كمان متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة.
ونكمل جولتنا المرورية وهنروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع. كمان هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة اطمئنان على حالة المرور، خلونا نطمن مع حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة. وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء أيضا. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة العظمى 36، وأقل درجة حرارة في مطروح 32، وكمان في فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بتكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان اللي العظمى فيها هتوصل ل 44 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت امبارح، ومن بينها توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات الخاصة بالحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي للحكومة، وكمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة. بالأمس أيضا شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيس لهيئة قضايا الدولة. تعالوا نروح مع حضراتكم نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها أنه بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية لرئيس الجمهورية، وجه الرئيس بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني اللي تميزت بالتعدد والتخصص. وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزم ضرورة التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة. مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. امبارح شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء اليمين القانونية للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب رئيساً لهيئة قضايا الدولة، كما منح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق. وأشاد الرئيس بالجهود المقدرة اللي بتقوم بها هيئة قضايا الدولة العريقة في الدفاع عن حقوق الدولة والحفاظ على المال العام، مشدداً على أن استقلال القضاء وترسيخ العدالة وحماية الحقوق والواجبات في إطار الدستور والقانون من أهم أسس نهضة الوطن والمجتمع. كمان امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وده لمتابعة برامج عمل الحكومة في قطاعي الزراعة والمياه وآليات تطويرهم وتعزيز دورهم في التنمية الشاملة. وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع تناول سبل توفير احتياجات المشروعات الزراعية والمائية ومن بينها مشروع الدلتا الجديدة ومشروعات جهاز مستقبل مصر بجميع أنحاء الجمهورية، مع إبراز ما تتميز به تلك المشروعات من تكامل اقتصادي شامل من خلال تفعيل مكونات التصنيع والتوزيع والتسويق والتصدير والتنمية العمرانية في إطار سياسة الدولة لتعظيم العائد الاقتصادي من المشروعات الكبرى، ده إلى جانب ما توفره بالأساس من مكاسب استراتيجية جوهرية فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي المصري. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع بشأن مراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين اللي هيتم تقديمها للبرلمان بحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأوضح المستشار محمود فوزي في مستهل الاجتماع أنه مع بداية دور الانعقاد للفترة المقبلة بيتم حالياً التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين المختلفة وفق عدة معايير مهمة، مضيفاً أن هناك مشروعات قوانين طبقاً لتوجيهات رئاسية أو من مجلس الوزراء، وأيضاً مشروعات بتأتي نفاذاً لالتزام دستوري، ومشروعات بيتم تحديدها كأولوية مشتركة من مختلف الوزارات. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات
في محافظة المنوفية تم تمويل 67 مشروع اقتصادي للأسر القرى والأحياء الشعبية بالمحافظة. كمان في محافظة الغربية تم تنفيذ 59 مشروع لرصف الطرق الداخلية بقرى حياة كريمة المرحلة الأولى. أما في القليوبية فتم تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني، وفي بني سويف تم افتتاح موسم جني القطن، والتفاصيل كتيرة جدا معنا في المحافظات هنتابعها. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة المنوفية تم الإعلان عن تمويل 67 مشروع اقتصادي بإجمالي ما يقرب من 1,000,000 جنيه بمختلف المجالات الإنتاجية والممولة من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة، وده ضمن خطة توسيع قاعدة الاستفادة من مشروع إقراض الأسر لمساعدة الشباب والأسر الريفية في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة. أكدت محافظة الغربية أنه تم إنهاء أعمال طبقات الرصف بالشوارع الرئيسية بالعديد من القرى والشوارع المؤدية للمشروعات الجديدة، وجاري مراجعة وتجهيز شوارع القرى اللي هيتم العمل بيها للاستلام ومراجعة غرف صرف الأمطار والتسويات للشوارع الداخلية ذات العرض أقل من 6 متر، وحيث إن قطاع مشروعات الطرق الداخلية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمن 59 مشروع. أعلنت محافظة القليوبية تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعيتها صناعي زراعي تجاري وفندقي، وده لاستكمال بعض الأماكن المحدودة ببعض المدارس. وتم فتح فصول خدمات للمرحلة الثانية بمدارس التعليم الفني تيسيراً على أولياء الأمور والطلاب وحرصاً على مستقبلهم، على أن يتم استمرار قبول الالتحاق بالمدارس الفنية. افتتحت محافظة بني سويف موسم جني القطن لموسم 2024 داخل أحد الحقول بمركز ناصر، مع التأكيد على تقديم كل التيسيرات للمزارعين منذ بداية الزراعة وحتى جني المحصول وتوريده وتسليم المستحقات المالية، وحيث إن بني سويف أصبحت خلال الفترة الماضية من المحافظات السباقة اللي بتعتمد على تطبيق أحدث الطرق العلمية في الزراعة ضمن خطة الدولة اللي بتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد. في محافظة الأقصر أعلنت إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك عن إجمالي عدد المشروعات بالمحافظة منذ انطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي، وصلت ل 4,990 مشروع متنوع ما بين تجاري وصناعي وخدمي وزراعي. محافظة الفيوم بتشهد عملية إنزال 2,000,000 وحدة زريعة جمبري لبحيرة قارون، وده تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، وبكده يكون تم إنزال عدد 2,000,000 وحدة زريعة ضمن الدفعة الرابعة، ليصل إجمالي كمية الزريعة اللي تم إنزالها بالبحيرة ل6,000,000 وحدة خلال أسبوع واحد. مشاهدينا نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، من بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وقاية الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وتزادينا وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس، وخصوصا أن العظمى في القاهرة النهاردة 37 درجة مئوية. بالفعل يمكن احنا قلنا فطر في حالة بس في درجات الحرارة تحديدا على القاهرة الكبرى وأغلب مناطق الجمهورية. درجات الحرارة طوال الفترة الجاية على القاهرة تتراوح كلها ما بين 36 ل 35 درجة مئوية. طبعا زي ما قلنا دايما احنا ما شفناش بالفعل. بالفعل يا دكتور، طبعا احنا هنعود اتصال بحضرتك مره ثانيه وحالا. يعني طبعا احنا عارفين ان احنا من امبارح ان احنا في ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، لكن هي مش موجات حاره متتاليه زي ما كان في شهر يونيو ويوليو، لكن هي طبعا ارتفاع نسبه الرطوبه في شهر اغسطس هو اللي بيدينا الاحساس اكتر بحراره الطقس بشكل كبير، مع طبعا التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فترات الصباح. ده بيأثر علينا بشكل كبير جدا لان احنا بنصاب بالاجهاد الحراري. رجع لنا مره ثانيه دكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور مرة تانية. صباح الخير لحضرتك وستادينا. الصوت كده أوضح كتير.
اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. نرجع تاني لسؤالنا الاساسي في بدايه الفقره وهو عن حاله الطقس بشكل عام النهارده، خصوصا ان درجه الحراره العظمى في القاهره النهارده 37 درجه مئويه. طبعا احنا كلنا ملاحظين من فتره الثبات في درجات الحراره سواء على القاهره او باقي مناطق الجمهوريه. الحمد لله ما شفناش اي ارتفاعات قويه في درجات الحراره خلال الشهر ده على اي من مناطق الجمهوريه. القاهره كلها تراوحت ما بين ال 35 ل 37 درجه مئويه، يمكن حتى نهايه الشهر ده تظل درجات الحراره كلها ما بين ال 36 ل 35 درجه مئويه، ودي تعتبر يا اما حول المعدلات او اعلى من المعدل بحوالي درجه تقريبا او درجتين على اقصى تقدير على كافه مناطق الجمهوريه، وبالتالي ثبات في درجات الحراره سواء على القاهره او السواحل الشماليه او حتى محافظات الصعيد. لكن كلنا ملاحظين الارتفاع الكبير طبعا في نسب الرطوبه على كافه مناطق الجمهوريه، وده بيكون هو السبب الرئيسي باحساسنا بطقس شديد الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه، حر على المناطق الشماليه ده خلال ساعات النهار، وايضا ارتفاع نسب الرطوبه بشكل كبير خلال ساعات الليل بيكون هو السبب في احساسنا بالطقس المائل للحراره خلال ساعات الليل على اغلب مناطق الجمهوريه. وبالتالي نسب الرطوبه هي العامل الاساسي والمؤثر خلال فصل الصيف او خلال التوقيت ده من العام، خاصة ان نسب الرطوبة خلال الشهر ده بتكون هي اعلى نسب رطوبة بنسجلها على مدار فصل الصيف كله. يعني دايما الرطوبة في شهر 8 بتكون اعلى من الرطوبة في شهر 7، واعلى كمان من الرطوبة ان شاء الله اللي هتكون في شهر 9. كمان بيكون عندنا الشبوره المائيه. احنا في ايام قليله بتفصلنا، يعني احنا تقريبا اسبوع عن بدايه شهر سبتمبر، هل بالفعل هيكون في انخفاضات في نسبه الرطوبه؟ فده هيحسسنا كده بنسمه صيف حتى في المساء، يعني نحسها شويه، لان حتى الجو بالليل بيبقى من ارتفاع نسبه الرطوبه اللي بتزداد في ساعات الليل المتاخره بيبقى الجو مخنوق زي ما بنقول. بالظبط، يعني خلينا نقول ان في شهر سبتمبر المفترض ان المعدلات الطبيعيه لدرجات الحراره بتكون اقل من المعدلات الطبيعية لشهر أغسطس، وأيضا نسب الرطوبة المفترض أنها في سبتمبر بتكون أقل نسبيا، مش أقل كتير، أقل نسبيا من اللي بتكون موجودة في أغسطس. احنا عموما بنعتبر أن شهر سبتمبر هو امتداد لفصل الصيف شهر سبتمبر كله، لكن بالتأكيد بيكون هو بداية التمهيد لنهاية فصل الصيف ودخلنا في فصل الخريف. دايما بنشوف في فصل الخريف تكون بعض المنخفضات الجوية الضعيفة اللي بتبدأ تتحرك من جهة الغرب إلى جهة الشرق، وده بيكون طبعا تمهيد للمنخفضات الجوية القوية اللي هنشوفها في فصل الشتاء طبعاً. علشان كده دايما بنقول إن فصل الخريف بيكون هو الفترة الانتقالية اللي تبدأ تهيئنا للتحرك من فصل الصيف ودرجات حرارته العالية ونسب الرطوبة المرتفعة لفصل الشتاء اللي فيه درجات الحرارة المنخفضة والمنخفضات الجوية. المنخفضات الجوية اللي بتمر من جهة الغرب لجهة الشرق دي بتكون هي من أهم العوامل اللي بتؤدي لانخفاض درجات الحرارة وأيضا انخفاض نسب الرطوبة. والمنخفضات دي زي ما احنا عارفين بتبقى موجودة بكثرة في فصل الشتاء وبينعدم وجودها تماما في فصل الصيف، فان شاء الله نعتبر ان اللهم بلغنا الشتاء ان شاء الله ان شاء الله نعتبر ان شهر 9 بيكون هو التهيئة لوداع فصل الصيف ان شاء الله. طيب احنا النهاردة الخميس بداية ويك اند، فالناس كتير قوي بتسافر لمناطق من السواحل الشمالية او كمان البحر الاحمر لقضاء اجازة صيفية، يعني خصوصا ان احنا خلاص المدارس اخر شهر سبتمبر، فحابين نطمن من حضرتك. اتكلمنا عن البحر الاحمر تحديدا، ارتفاعات الامواج فيه اليوم مرتفعة نسبيا بتوصل ل 2.5 متر على بعض المناطق هناك، فبالتالي احيانا بتكلمنا عن شواطئ البحر المتوسط، شواطئ البحر المتوسط دي طبعا لو اتكلمنا على مده 8 او 2 طبعا يعني مؤهله تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه وكمان امام المصيفين، لكن دايما بنقول متر على شواطئ البحر المتوسط. ممكن في بعض المناطق من البحر المتوسط يكون ارتفاع 2 متر للمصيفين هناك عن الشواطئ، عشان كده البحر المتوسط. طيب حابين نطمن برضو عن جنوب البلاد، لان كان يعني بقالنا فتره كان في حاله من عدم الاستقرار في منطقه او في محافظات اسوان والاقصر والوادي الجديد وابو سمبل وحلايب وشلاتين.
طبعا المحافظات الجنوبية شهدت استقرار اليومين في الآخر دول بعد حالة قوية من عدم الاستقرار زي ما حضرتك ما قلتي، كان فيها أمطار وصلت لحد السيول بسبب ما يعرف بالفاصل المداري. اليومين دول الفاصل المداري تحرك ناحية الجنوب، تأثيره بس منحصر على دولة السودان. بعض التوقعات بتشير انه ممكن على بدايه الاسبوع اللي جاي تعود مره اخرى فرص الامطار، لكن طبعا اقل شده بشكل ملحوظ عن الحاله اللي فاتت، وهتكون منحصره فقط على مناطق من اقصى جنوب مصر. احنا في هيئه الاصول الجويه في حاله متابعه مستمره للحاله دي، ان شاء الله في حاله ثبوتها هنصدر قبلها بيان تفصيلي وهنقول ده في نشاطاتنا وفي تحذيراتنا باذن الله. وعلشان كده احنا يمكن بنتابع مع حضراتكم بشكل يومي في برنامج صباح الخير يا مصر عن حاله الطقس وفي كل البلاد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياطي عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه عن المتابعه اليوميه معنا. خلونا دلوقتي نتعرف مع حضراتكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده. والقاهره العظمى 36، الصغرى 26، العاصمه الاداريه 36 26، اسكندرية 33 25، العالمين الجديدة 32 24، مطروح 32 23، دمياط 32 24، بورسعيد 33 25، اسماعيلية 38 24، السويس 37 25، العريش 33 24، كاترين 31 18، طابة 38 28، حلايب 38 29، شلاتين 43 30، شرم الشيخ 41 31، الغردقة 41 29، الفيوم 38 25، بني سويف 38 25، الوادي الجديد 43 29، أسيوط 40 24، سوهاج 41 26، قنا 43 27، الأقصر 43 28، وأخيرا أسوان 43 28. يعني في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، الطقس يعني هو صيفي حار نهارا معتدل لينا على أغلب الأنحاء، ده بسبب طبعا أن احنا لسه في شهر أغسطس، وطبعا نسبة الرطوبة المرتفعة هي اللي بتدينا الإحساس الأكبر بارتفاعات درجات الحرارة. خلي بالنا بس من ساعات الذروة الصباحية والظهيرة، ما نتعرضش بشكل مباشر خاصة لكبار السن والأطفال لأشعة الشمس علشان ما نصابش بالإجهاد الحراري، ويمكن لازم نشرب كميات مية وفيرة خلال اليوم. هرجع مرة تانية لمحمد وهبة علشان نكمل معك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا. خلونا دلوقتي نتابع أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة. أخبار كتير هتحصل النهاردة. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء هيعقد اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر المجلس بالعالمين الجديدة بيعقوب مؤتمر صحفي. النهاردة هيقام في تمام الساعة 8:30 مؤتمر صحفي للكشف عن منافسات بطولة القضية اللي هتقام بمدينة العالمين للمرة الأولى، وبتستعد بطولة قضية للفنون القتالية المختلطة بإعداد النسخة الخامسة في مهرجان العالمين اللي بتضم 24 مقاتل من 8 جنسيات مختلفة، هي مصر، البرازيل، روسيا، الجزائر، المغرب، نيجيريا، توجو والسودان، وده ضمن الفعاليات الرياضية المقامة في مهرجان العالمين الجديدة 2024. كمان النهاردة جمهور مهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية على موعد مع الضحك بعرض المسرحية الكوميدية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقي، واللي بتدور أحداثها حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن علشان يخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك. بتعرض المسرحية لمدة 3 ليالي، الخميس 22 والجمعة 23 والسبت 24 أغسطس. المسرحية بتعرض في مهرجان العالمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية. أيضاً النهاردة هيبدأ العرض المسرحي كازينو في 9 على قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام. العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، وبيقدم العرض يومياً ما عدا يوم الثلاث من كل أسبوع، وبتدور أحداثه داخل كازينو بيجتمع فيه مجموعة من الأصدقاء، وبتتوالى بعد ذلك الأحداث والمفاجآت. تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي دنجوان الستينيات اللي ترك بصمة كبيرة جدا في عالم الفن سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما. اسمه الحقيقي محمد كمال الشناوي. كمال الشناوي مش بس فنان في السينما أو في الدراما، لكن كمان كان فنان لأنه تخرج في كلية التربية الفنية وعمل مدرس للرسم قبل ما يبدأ مشواره الفني عام 1948. تعالوا نتعرف على محطات مهمة في حياة الفنان الراحل. النهاردة طموحنا
عظيم وأمنا كبير. النهاردة بنعمل أدوار صغيرة، بكرة هنعمل أدوار بطولة. الفنان الموهوب لازم هيجي يوم اسمه تقول بكرة المجد هيخضع لي في يوم من الأيام. نفسي في فرصة واحدة، فرصة اللي كنت مستناها جات لك لغاية عندك. تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير كمال الشناوي دون جوان الستينيات، الذي ترك بصمة كبيرة في عالم الفن سواء في الدراما أو السينما. اسمه الحقيقي محمد كمال الشناوي، ولد في مدينة ملكال بالسودان عام 1918، وانتقل إلى مصر مع والده في طفولته. كلها فيلم ولا اتنين، والناس تشاور عليا وتقول أشرف حمدي أهو. لحد ما يجي اليوم لازم أنا أبحث. شارك في أول أدواره وهو طالب في المرحلة الابتدائية عبر فرقة المسرح في المنصورة، وتخرج في كلية التربية الفنية وعمل مدرساً للرسم قبل أن يبدأ مشواره الفني في عام 1948. سعيد أنت جننت؟ جننت يوم ما سمعت كلامك، خليك طوالي. ولو تروح على فين؟ هدلك على السكة زي ما كنت بتدلاني زمان. سوق طوالي. خلال مسيرته الفنية قدم كمال الشناوي أكثر من 272 فيلماً، تنوعت أدواره ما بين الخير والشر والكوميديا والدراما. من أشهر أفلامه الأستاذة فاطمة مع فاتن حمامة، وحموات فاتنات مع إسماعيل ياسين، واللص والكلاب مع شادية، وبابا أمين مع فاتن حمامة وحسين رياض، والواد محروس بتاع الوزير مع عادل إمام، والكرنك مع سعاد حسني ونور الشريف. والدي الله يرحمه كان دايما يقول لي يا خالد أهم صفة في الإنسان إخلاصه لأصدقائه. الحقيقة إخلاصك لحلمي خلينا نطمع إحنا كمان في صداقتك. إيه المانع إنك تكون صديق لنا؟ كما شارك في عدد من المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية مثل هند والدكتور نعمان وأولاد حضرة الناظر والعائلة والناس. سمعة العيلة وكرامتها بقت مهددة من اللي بيسوى واللي ما يسويش. ازاي يا باشا؟ يعني ايه الكلام ده؟ ايه اللي حصل يا باشا؟ بعد ما كانوا أجرة وفلاحين وبيشتغلوا في أراضينا بقوتهم، بقى عندهم دلوقتي أراضي وفيلا اللي على زراعي. شكل الشناوي ثنائيا رائعا مع الفنانة شادية، حيث بدأوا التعاون في فيلم حمامة السلام عام 1947، واستمروا في 32 فيلما آخرين منها عدل السماء وساع القلبك وظلموني الناس. أنا مش ممكن أبدا أوافق على الكلام اللي بتقوليه ده إلا إذا كان في سبب تاني. زي إيه؟ حد تاني يهمك أمره وخايف أشوفك معايا. اخفى عليك يا حسين، ما كنتش أفتكر إنك تظن فيا بالشكل ده. يبقى كل اللي قلتيه ده ملوش أي أهمية عندي. كان كمال الشناوي منتجاً بارزاً، حيث أنتج 17 فيلماً، بداية من وداع في الفجر في الخمسينيات وآخرها نساء الليل في السبعينيات. يتاجر في الفن، عايز نرسم له وردة ولا شجرة ولا ببغان، أقنعه الزايد عشان يشتري. والله يا أحمد إن ما اشتراش منك هيشتري من غيرك، هو هيستناك. الرسامين على قفا من يشيل. نال الشناوي العديد من الجوائز، منها جائزة شرف من مهرجان المركز الكاثوليكي في عام 1960، وجائزة الامتياز في التمثيل من مهرجان جمعية الفيلم في 1992. طلباتك ايه يا ست ام محروس؟ ياخد اعفاء من مصاريف المدرسة طول ما هو بيتعلم. دي مقدور عليها. وان شاء الله ان شاء الله لما ياخد الثانوية العامة تاخده عندكم في كلية الشرطة. ده لسه بدري عليها قوي يا ست ام محروس. الله، يا ترى مين هيعيش؟ أنا أوعدك بس ادعي لي إن أنا أكون لسه في الوزارة. توفي كمال الشناوي في عام 2011 بعد صراع مع المرض، تاركا وراءه إرثا فنيا كبيرا خلد ذكراه في قلوب محبيه. حالة الجو لسه مستمرة في التقلبات المناخية وارتفاعات شديدة جدا في درجات الحرارة من تأثير منخفض الهند الموسمي، وكمان اللي زادت عن العام الماضي بأربع أو خمس درجات عن المعتاد في نفس التوقيت من العام، وكمان منخفض السودان اللي له تأثير على الطقس في جنوب الصعيد والأمطار الغزيرة اللي بيشهدها. حالة الطقس والحرارة الشديدة مش بس الإنسان اللي بيتأثر بيها، طبعا الزراعات المختلفة والحياة البيئية بشكل عام، أي مخلوقات طبيعية بتتأثر بدرجات الحرارة نتيجة هذه التغيرات المناخية. صحيح هبة، تأثير طبعا على الزراعة تأثير كبير جدا. إيه هي الزراعات المناسبة لدرجات الحرارة المرتفعة؟ طيب إزاي أهلنا وإخواتنا من المزارعين والفلاحين يتعاملوا مع درجات الحرارة المرتفعة؟
هنعرف تفاصيل أكتر مع دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة عشان يشرح لنا كده بالتفصيل إيه هي أهم الإجراءات اللازمة في الفترة القادمة للمزارع المصري. بنقول لك صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ محمد على حضرتك وصباح الخير على الأستاذة هبة. يعني درجات الحرارة مكملة في الارتفاع، لسه قدامنا كده 35 يوم لغاية انتهاء فصل الصيف، حرارة مرتفعة. أبرز النصائح اللي من المفترض أن يتبعها المزارع لتفادي أي خسائر أو تلفيات للمحاصيل؟ هو طبعا احنا في موسم صيفي استثناء السنة دي، الحرارة عالية جدا من أول الموسم، حرارة غير طبيعية ما تعرضناش لها قبل كده. طبعا كان في دور واضح لوزارة الزراعة من أول الموسم، وكانت في تعليمات من الوزارة أن يكون في قوافل إرشادية تجوب جميع المحافظات، ومراكز إرشادية موجودة في كل محافظات، وعمل نشاط إرشادي كبير جدا خلال الموسم. الحمد لله النشاط ده أدى إلى نتائج إيجابية. الموسم دلوقتي في نهايته، إحنا دلوقتي في موسم الحصاد دلوقتي لمحصول أرز، وهنخش على محصول الذرة قريب، ومحصول السمسم بقى المحاصيل إن شاء الله على أول الشهر يبقى الحصاد بتاعها. يعتبر عدينا فترة الخطورة بتاعت التأثير السلبي، وكانت ده نتيجة النشاط اللي عام دي الوزارة من نصايح كانت بتنصح المزارعين برأي امتى، بالتسميد امتى، والاعتزال بتاعه بزراعات معينة وتعديل مواعيد زراعتها في الصعيد، خاصة في منطقة أسوان وغيرها، خاصة في الدور الشامي، ان احنا عدلنا مواعيد زراعته لعروتين، عدرة مبكرة وعدرة متأخرة. فالحمد لله كان في دور كبير جدا واضح للوزاره السنه دي في الدعم الفني للمزارعين، وده ادى الى ان احنا وصلنا النهارده داخلين على موسم الحصاد وعدينا مرحله الخطر، والحمد لله المحاصيل ما تاثرتش الحمد لله. طيب دكتور خالد، يعني الحمد لله ان احنا ما عدناش بخسائر، لان كمان الخسائر في المحاصيل الزراعيه الحقيقه بتنعكس على الاسعار في الاسواق، لانها ما بتوفيش الاحتياجات في السوق المحلي او حتى في ما يصدر في الخارج. لكن خليني اقول لك ان احنا يعني التكنولوجيا فرضت نفسها في نظم الزراعه، واحنا بالتالي بنتطور معاها. دلوقتي التغيرات المناخيه سبقتنا وبقت فيها نوع كده من مفاجأة، ولا احنا مستعدين ليها؟ وايه الاستعدادات الكافية ان احنا اعمل نظم زراعية حديثة، ان انا اخلق زراعات او اجد زراعات قليلة في استهلاك المية تتحمل الحرارة؟ يمكن الصوب الزراعية كانت خطوة ان انا بتحكم في العوامل المناخية المختلفة، لكن كمان في زراعات في الاماكن المفتوحة، بتعملوا ايه في ده؟ طبعا كلام حضرتك يعني صح 100%. احنا طبعا عارفين من فتره طويله جدا ان في تغيرات مناخيه وان المناخ بدا يخش في التغيير. طبعا كان في لمركز البحوث وزاره الزراعه دور واضح، ان من سنوات طويله تم العمل على استنباط اصناف جديده من المحاصيل بتكون متحمله ومرنه مناخيا للتحمل التغير في التغيرات المناخيه ديت والاثار السلبيه بتاعتها. ونتيجه هذا العمل على مدار سنوات طويله اصبح النهارده الاصناف اللي احنا زارعينها من المحاصيل الاستراتيجيه زي القمح والذره والارز وغيره موجوده وواقفه دلوقتي في ظل بتتحدى التغيرات المناخيه، والحمد لله الانتاجيات لم تنخفض. بنجد عندنا ان احنا النهارده عندنا محاصيل في محصول الارز مثلا، اصبح اصناف الارز الحديثه كلها قصيره العمر موفره للميه وانتاجيتها زايده، وبتتواكب مع طرق الزراعه الحديثه اللي هي بتروى كل 8 ايام مثلا، وتتزرع بطرق غير الشكل، تتزرع بطريقه البدار والتصدير، وده نتيجه استخدام التكنولوجيا الحديثه في استنباط الاصناف. فاصبح عندي النهارده اصناف من الارز، اصناف قصيره العمر، اصناف اقل استهلاك للميه انتاجيتها عاليه. في القمح نفس الكلام، عندي النهارده اصناف حديثه تصلح للاراضي الجديده والمشروعات الجديده اللي فيها طبعا طبيعه خاصه في الارض والظروف الجويه. فاحنا الحمد لله كنا مستعدين بالاصناف للمحاصيل الاستراتيجيه، ونتيجه ذلك ان احنا ما حصلش تاثير تاثير معنوي او تاثير شديد علينا في التغيرات المناخيه. الاصناف بتاعتنا الخضار والفاكهه كمان تحديدا، الخضار والفاكهه عاده بيتاثروا بشكل كبير قوي وبسهوله مع التغيرات المناخيه. والله طبعا هو ده كلام حضرتك كلام طبعا صح، لان طبعا هي المحاصيل بتكون اكتر تحمل، لكن الخضار والفاكهه عشان بتطلع نباتات زهريه وبتتاثر، والازهار ممكن تتساقط نتيجه الموجات الحاره. لكن برضو الوزاره كان لها دور كبير جدا في توعيه المزارعين وتعديل المعاملات الزراعيه اللي بتقلل التاثير السلبي ده، واحنا شايفين بعينينا النهارده الحمد لله عندنا محصول مانجا زي ما احنا شايفين السنه دي
بقيت محاصيل فاكهه الحمد لله كويسه جدا ماشي الحال. يعني الاضرار يا دكتور خالد الحمد لله ما فيش خسائر او تلفيات او اضرار كبيره، المحاصيل موجوده وما فيش اي مشاكل بيعاني منها المزارع. عايز اسال حضرتك ايه هي ابرز المحاصيل اللي بتتحمل القدره او قادره على تحمل درجات حراره مرتفعه او عاليه؟ ولو حبينا كده من حضرتك روشته سريعه على الهواء للي بيتفرجوا علينا من اهلنا من المزارعين والفلاحين، ازاي استخدام اليه افضل للاسمده والمبيدات مع العروه الجديده او يعني الزرعه او العروه الجديده زي ما بيقولوا. طبعا استاذ محمد احنا بدانا من الكلام ده من اول موسم الصيف ده، وكان تمت وزاره اطلاق قوافل ننزل المزارعين ونوعيهم يعني ايه الوقت بوقته، داخله موجه حاره بنبدا نقول للمزارع في محصول مثلا السمسم خد بالك من الري ما ترويش في ساعه الظهيره عشان خاطر ما يحصلش تساقط الاظهار بتاعتك وما يحصلش تاثير على الجذور، خلي التسميد بتاعك متوازن، ندي اسمده بطريقه معينه. فاحنا ندي تحذيرات للمعامله، لكن حضرتك يعني لو تقصد ان احنا نعدل في المحاصيل بتاعتنا ونستبدل محصول مكان محصول عشان خاطر التغيرات المناخيه والحراره العاليه، لا احنا مش في الاتجاه ده. احنا المحاصيل الاستراتيجيه بتاعتنا قمح، رز، ذره، سمسم، باتشا، المحاصيل دي لا يمكن الاستغناء عنها، واحنا عندنا من داخل نفس المحصول بنطلع اصناف جديده متحمله للتغيرات المناخيه، وبنعدل في التوصيات للمزارعين عشان يحصل عندنا يعني بنعدل في الاصناف المناخية. الاصناف الخاصه في المحاصيل دي، يعني فكره التركيب المحصولي بتاعنا اللي بيسموها كده ممكن نغيرها من فتره للتانيه ولا دي لازم نحافظ عليها؟ احنا بن بن مش بنغيرها، احنا بنحسن فيها، لان احنا في مصر طبعا في التكنولوجيا بتاعتنا بنعتمد على التكنولوجيا التقليديه في تربيه واستنباط الاصناف الجديده، ما فيش عندنا شغل استخدام هندسه وراثيه او غيره، فاحنا بنشتغل على المدى الطويل. حضرتك عارف ان الصنف الجديد من القمح مثلا او الشعير او الرز بياخد العمل فيه اكتر من 12-14 سنه صحيح. عشان يطلع صنف جديد صحيح. واحنا معهد المحاصيل نجح جدا ان يبقى عندنا النهارده من القمح 15 صنف عند المزارعين كلها اصناف ممتازه بتتزرع بخصوص صنفيه على مستوى الجمهوريه، في محصول الارز عندي النهارده طيب. اكتر من 6 اصناف حديثه، فمن داخل نفس المحصول انا بطلع منه اصناف حديثه مطوره سنه بعد سنه تتواكب مع التغيرات المناخيه. دكتور خالد سريعا انا عايز اختم مع حضرتك سريعا، عدم إرهاق الأرض الزراعية، نصيحة سريعة كده للفلاح في ظل التغيرات المناخية، وطبعا في محاصيل من المفترض أن هي ما تفضلش تتكرر في الأرض علشان تفضل محافظة على غذائها وما ترهقش، في كلمة سريعة. طبعا هو طبعا شكرا لحضرتك على هذا السؤال طبعا الرائع. احنا طبعا دلوقتي من السنه اللي فاتت بدانا ناكد على اخوان المزارعين باستخدام دوره زراعيه، مش نفس المحصول كل سنه بنفس الارض، ومش لازم المحصول الصيفي وراه محصول شتوي. مثلا لو زرعت في الصيف رز بعد منه ممكن اعمل عروه برسيم تحريش لمده اللي هو برسيم الفحل، بعد كده ازرع بعد منه قمح فبحصل على نتائج كويسه وبحسن من خواص التربه. فبنصح المزارعين استخدام الدوره الزراعيه، تبديل المحصول، محصول بقولي وراه محصول نجيلي عشان خاطر ان انا اعمل تحسين للتربه بتاعتي عشان اخد محصول عالي. واهميه الدوره الزراعيه احنا دلوقتي من السنه اللي فاتت عاملين يعني بنحاول نرجعها بقوه، والحمد لله في بعض المزارعين استجابوا وكانت النتائج ممتازه. جميل، كل الشكر لحضرتك دكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقليه بوزاره الزراعه. دلوقتي ميعادنا مع موجز لاهم واخر الانباء، موجز الثامنه صباحا بتوقيت القاهره مع زميلتنا دينا شرف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك محمد، الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، الخامسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الاحتياجات اللازمة للقطاع الزراعي بما يؤدي لتحقيق طفرة في التوسع الرأسي والأفقي في الإنتاج الزراعي. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على الجهود الجارية لتطوير البحوث وتعزيز الابتكارات في مجالي المياه والزراعة. كما أكد الرئيس السيسي أن قطاع الزراعة يمثل عصبا أساسيا لجهود التنمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية أو التصدير وتوفير فرص العمل. توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد الذي يعقد غدا الجمعة ولمدة يومين. ويعقد الاجتماع الوزاري للتيكاد هذا العام تحت عنوان المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا، ويهدف إلى تحديد أولويات تنموية متوسطة وطويلة الأجل في السنوات القادمة للشراكة بين إفريقيا واليابان، مما يساهم في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا. أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال البيت الأبيض في بيان إن الاتصال الذي انضمت إليه نائبة الرئيس كاملا هاريس ناقش وقف إطلاق النار وصفقة الإفراج عن المحتجزين والجهود الدبلوماسية لاحتواء التطورات الإقليمية. تبادل حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي القصف على طول الحدود، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم موقعا تابعا لحزب الله في مبنى بقضاء صور جنوب لبنان بعد أن أطلقت قذائف صاروخية باتجاه بلدة زرعيت شمال إسرائيل. كما قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية منطقة عيت الشعب وعلم الشعب جنوب لبنان. وردا على العدوان الإسرائيلي أعلن حزب الله أنه قصف موقع المالكية بالقذائف المدفعية، وقصف دكنة تراميم الإسرائيلية برشقة من صواريخ الكاتيوشا. قال أندريا بوتشاروف حاكم منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا إن حريقا اندلع في منشأة عسكرية بالمنطقة بعد سقوط طائرة أوكرانية مسيرة عليها دون وقوع إصابات. وكانت روسيا قد أعلنت إحباط محاولة تسلل للجيش الأوكراني في منطقة بريانسك الحدودية المجاورة لكوسك التي تشهد هجوما للجيش الأوكراني. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. ضمن فعاليات الملتقى السنوي الكبير اللي بيجمع القارة الإفريقية هينطلق أسبوع المياه الإفريقي، وده هيكون بتزامن مع أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السبعة. هينطلق تحت شعار المياه والمناخ بناء مجتمعات مرنة. مصر تستضيف هذا الحدث في شهر أكتوبر المقبل بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة. مش بس التغيرات المناخية بتأثر زي ما كنا بنتكلم منذ قليل على الزراعات أو على حالتنا احنا بشكل عام من ارتفاع لدرجات الحرارة، كمان المياه طبعا ونسب البخر وكيفية الاستفادة بمياه الأمطار، خاصة أن القارة الإفريقية ذاخرة الحقيقة بالسيول وبالأنهار الطبيعية اللي فيها. وكمان فرض علينا التغيرات المناخية المختلفة بتأثيراتها السلبية أن احنا نوفر المياه ونقدر نخزنها بالشكل الأمثل. خلينا نتعرف بشكل أكثر قرب من ضيفنا عبر الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية. بصبح على حضرتك يا باشمهندس. صباح النور يا فندم، أهلا بحضرتك. صباح الخير باشمهندس. أسبوع المياه مصر وإفريقيا وكيفية الاستفادة من المياه، حضرتك ادينا كده تفاصيل الحدث وإزاي هنقدر نطلع بأهداف مرجوة للقارة الإفريقية بشكل عام. أسبوع القاهرة للمياه الحقيقة هو
حاليا اصبح واحد من اهم وابرز الفعاليات الدوليه في مجال المياه. السنه دي احنا هنشهد الاسبوع السابع هذا الحدث اللي ابتدى منذ عام 2017 تحت رعايه دائمه من فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث الهام. السنه دي ان شاء الله هنشهد فعاليات اسبوع القاهره السابع للمياه، والسنه دي يمكن اختلافا عن كل سنه في حدث اضافي بيتزامن مع فعاليات الاسبوع وهو اسبوع المياه الافريقي التاسع. مصر تولت رئاسه مجلس وزراء المياه الافارقه الامكاو في فبراير من عام 23 ولمده عامين حتى فبراير 25، وعشان كده السنه دي مصر ان شاء الله ستستضيف اسبوع المياه الافريقي بالتزامن مع اسبوع المياه اسبوع القاهره للمياه. الحدث ده يمكن كل سنه بيزيد حجمه وعدد المشاركات الدوليه والجلسات الهامه العديده اللي العديد من الدول والمنظمات بتشرف على تنظيمها ضمن فعاليات الاسبوع والمشاركه فيها. اعداد كبيره جدا بتشارك في اسبوع القاهره للمياه كل عام، ويمكن كمان الزخم السنه دي هيكون اكتر واكتر مع اسبوع المياه الافريقي اللي هيشهد توافد اعداد اضافيه من اخواتنا الافارقه على فعاليات الاسبوع للمشاركه في اسبوع المياه الافريقي. طب مهندس محمد، يعني التكامل الافريقي في مواجهه التحديات والتغيرات المناخيه ده احنا شايفينه خلال الفتره اللي فاتت، حضرتك بتكلمنا انه الاسبوع القاهره للمياه انطلق في 2017، يعني احنا امام سبع دورات متتاليه او سبع نسخ من اسبوع المياه. ما الذي يمكن ان نستفيد منه من خلال هذا التكامل في مجال المياه، خاصه اننا بنواجه تحديات مناخيه مستمره ودول كثيره من القاره السمراء بتعاني من الشح المائي؟ هو بالفعل يعني قضيه اهم حضرتك طرحتها، ان احنا في اي فعاليه دوليه بنتكلم هنا عن تعاون وتكامل بين الدول المختلفه. صحيح. ازاي ان احنا بنقدر نقعد مع بعض نتبادل الرؤى والافكار، بنتكلم وكل دوله بتعرض التجارب الناجحه الخاصه بيها في كيف تتعامل وتدير المياه وكيف تتعامل مع تشدي تغير المناخ. بس يمكن في نقطه مهمه حضرتك قلتها وهي ان معظم الدول الافريقيه بتعاني من شح المياه. لا، هو في وفره في العديد من الدول الافريقيه بالفعل في مجال المياه، ولكن عندهم مشكله في كيفيه اداره الاداره الاستفاده من المياه. يمكن ده عكسنا هنا في مصر. احنا عندنا محدوديه في مواردنا المائيه، ولكن عندنا اداره كفء لمواردنا المائيه، وده بنشهده بالفعل في كيف ندير مواردنا المائيه، وده اللي احنا بنعرضه على الدول الافريقيه. العديد من الدول الافريقيه عندها وفره في المياه، ولكنها في حاجه لتحسين عمليه اداره المياه لديها، وعلشان كده التعاون بيننا وبينهم هم بيكونوا حريصين عليه جدا، واحنا حريصين عليه جدا، لان هم بيكتسبوا من الخبره المصريه في اداره المياه، واحنا سعداء ان احنا ننقل هذه الخبره ليهم. باشمهندس محمد، يعني احنا عندنا دلوقتي بقى لنا اكثر من اسبوعين امطار غزيره على جنوب البلاد، ازاي بيتم الاستفاده منها في هذا التوقيت، خصوصا ان التحدي هو تحدي المياه والحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك الخاص بها؟ هو ده موضوع السيول، هو موضوع هام بنشتغل عليه باكثر من محور. في جزء وهو الاجراءات الاستباقيه ان احنا والاجراءات بعيده المدى والاجراءات الاخرى. في اجراءات بعيده المدى اللي هنتكلم عليها في الاول، وهي انشاء منشآت للحمايه من اخطار السيول، بحيث انا ما ينفعش ان انا استنى لما السيل يحصل وبعدين اخد اجراء، لا، لازم يكون في منشآت قائمه بحيث لما السيل يحصل يكون هذه المنشآت قائمه وتقدر تستوعب هذه المياه. تمام. خلال العشر سنوات الماضيه الدوله المصريه انشات 1631 منشأ للحمايه من اخطار السيول في جميع المحافظات المعرضه للسيول. ده اجراء استباقي، اجراء بعيد المدى بيتم تنفيذه. في اجراء استباقي بيتعمل وهو التنبؤ. التنبؤ بيتم قبل حدوث الامطار ب 72 ساعه من خلال مركز التنبؤ بالفيضان الموجود في الوزاره. بهذا المركز بيقدم معلومه هامه جدا، ان احنا بنبقى عارفين الامطار هتحصل فين وامتى كمان ثلاث ايام. يعني احنا خزننا المايه اللي نزلت دي؟ خزننا المايه يا فندم؟ بالظبط، هقول لحضرتك يا فندم.
فهذا الإجراء بيخلي كل أجهزة الوزارة والأجهزة الأخرى تبقى عارفة، يعني مثلا موضوع سيول أسوان دوت، أجهزة الوزارة وأجهزة المحافظة وكل الأجهزة المعنية كانت عارفة أن في سيول هتحصل كل 3 أيام. في إجراء ثالث وهو الإجراء الموسمي اللي هو تطهير مخرات السيول اللي بيتم بشكل دائم عشان أضمن المخرات دي فنية. الإجراءات دي هي اللي خلت موضوع السيول في أسوان الحمد لله يمر بسلام وبدون أي مشاكل، والمية فعلا وصلت لنهر النيل. كل المخرات اللي موجودة في أسوان كانت مطهرة ما فيهاش أي عوائق، فبالتالي المية مرت بشكل سلس جدا بدون أي مشاكل عبر مخرات السيول لحد ما وصلت لنهر النيل. وده يعني الدور اللي بتقوم بيه الوزارة هي بتطهر، وده بيأكد كمان يكون المخرات قادرة على استيعاب أي سيول مرة. وده بيأكد الكلام اللي حضرتك قلته من شوية إن إحنا في مصر عندنا تاريخ طويل أو خبرة في إدارة المياه ممثلة بالضبط. طبعا في وزارة الري وفي مهندسين الري وكوادر بشرية بتعمل في هذا المجال يعني لمئات السنين. ازاي بقى احنا امثلة الإدارة المتميزة صحيح ازاي بقى نبني شراكات إقليمية مع دول القارة السمراء في أسبوع القاهرة للمياه؟ في دول كثيرة عندها موارد مائية لكن لا تحسن إدارتها، ازاي ممكن تستفيد من الخبرة المصرية لإحداث نوع من التكامل بشكل كبير ما بين دول القارة؟ هو بالفعل احنا عندنا علاقات كتيرة قوية مع الدول الأفريقية، دول حوض النيل وخارج دول حوض النيل علاقات متميزة جدا وتعاون ثنائي مع العديد من الدول وبروتوكولات تعاون عديدة تم توقيعها مع العديد من الدول الأفريقية وبنتعاون من خلالها، ومصر نفذت بالفعل مشروعات في الدول الأفريقية لخدمة المواطنين بمنح مصرية، وأيضا احنا بنحتاج إخواتنا الأفارقة من جميع دول القارة الأفريقية في مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري لتقديم دورات للتدريب على مجالات متنوعة تخص إدارة المياه. دايما أي حدث دولي بيشهد المزيد والمزيد من التنسيق، والتنسيق قائم بالفعل والتعاون قائم بالفعل وبنشرف بيه وبنسعد بيه مع أخواتنا الأفارقة، ولكن جميع الفعاليات الدولية زي أسبوع القاهرة وأسبوع المياه الأفريقي هم أداة إضافية بتمكن من المزيد من التنسيق. الدكتور هاني سويلم بيعقد لقاءات ثنائية خلال فعاليات الأسبوع مع العديد العشرات من الكبار المسؤولين الأفارقة وعلى المستوى الدولي والمنظمات الدولية للتباحث ومناقشة ما تم من إجراءات تنسيق سابقة وكيف نعزز هذا التعاون في الشهور والسنوات القادمة. فده ملتقى هام جدا، بالإضافة إن كمان داخل الجلسات في العديد من الأفكار بتطرح تجارب العديد من الدول، احنا بنعرض وكل الدول بتعرض تجاربها الناجحة في إدارة المية، كل دولة بتستفيد من الدول الأخرى، ودي بيكون الأسبوع بالفعل فرصة للدول زي تبادل. هو ملتقى في غاية الأهمية، وإن شاء الله يعني عوائد هذا الملتقى تنعكس على تعظيم الموارد المائية للقارة الإفريقية، وبتؤكد طبعا على دور مصر وخبرتها الطويلة في مجال الري وإدارة الموارد المائية. بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الري. مرة تانية حديثنا متواصل عن التكنولوجيا واستخدامات التكنولوجيا المختلفة. احنا مش بس بنتكلم عن الأخبار ومصادرها وممكن يكون في أخبار مشوهة أو مزيفة أو فيها بعض الحقائق وبيتم عليها المزيد والمزيد من الأخبار المزيفة أو الغير صحيحة وبيتم تداولها لقلة الوعي بصحة هذه الأخبار أو مصدر نقلها. المرة دي بنتكلم عن الصورة الحقيقة، الصورة كمان بيتم تزييفها بشكل كبير جدا واحنا بنتعرض لها سواء على المستوى الشخصي او على المستوى العام. امبارح السوشيال ميديا نقلت عبر منصاتها المختلفة صورة كبيرة جدا لحادث، كما قيل في التعليق على الصورة انه حادث على الطريق الدائري في منطقة الرماية وكان في عدد كبير جدا من العربات. بالتدقيق في الصورة ومن المتخصصين لقوا أن العربيات الموجودة ما عليهاش الأسماء مكتوبة باللغة العربية، عربيات الشرطة الموجودة لها لون مختلف عن العربيات الشرطة الخاصة بينا واللي اعتدنا عليها في الداخل. أي حال هو نوع من الفبركة ونوع من الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، لكن المشكلة أن تم نشر الصورة على أكثر من موقع وتم تداولها بشكل كبير جدا. إزاي نقدر إن احنا
نتفادى اللي بيحصل من الفبركة، وإزاي أكون واعية إن أنا عارفة إن ده مزيف ولا صحيح؟ طبعا مشكلة كبيرة جدا. امبارح كلنا تابعنا كده بأسى شديد الحادث اللي حصل على الدائري، حادث مؤسف بكل المقاييس، لكن المؤسف أيضا كمان فكرة الفبركة، صورة تم تداولها بشكل واسع جدا على منصات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، صورة مرعبة انه يعني في شيء كبير جدا وحادث كبير جدا. طبعا حصل تشويه وتعديل للصورة دي، فكرة الأخبار المزيفة او الفيك او غيرها من الأخبار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ده سؤال مهم جدا عايزين نعرف إجابته مع ضيفنا دكتور وائل بدوي، عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكاديمية البحث العلمي اللي منورنا على الهواء. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. صباح النور عليك. كلنا تابعنا، كل رواد السوشيال ميديا امبارح تابعوا الصور المفبركة اللي تم تداولها عبر الصفحات عن حادث الدائري. أولا حضرتك شفت الصورة دي ازاي، وإلى أي مدى تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل سلبي عشان نشر هذه الصورة، ونقدر نقول إن وراها رسالة بث حالة كده من الرعب جراء هذا الحادث، شفتها ازاي بداية؟ هو طبعا الاهل لما شافها في اول مره زي اي مواطن عادي من غير او اي مشاهد عادي ما عندوش يعني بياخد الخبر على مشاعره واعصابه، بيتخض وبيبدا يشوف يقول يا ده كل ده حصل. بس لما بنبدا نبص شويه في التفاصيل لو عندنا الوعي نحاول نتاكد، بتلاحظ ان في حارات ثانيه وفي حاجه حواجز في النص برتقاني، وزي ما حضراتكم قلتوا في الاول هي مش بس العربيات مش مكتوب عليها بالعربي، هي شكل العربيات مش الشكل اللي موجود في مصر، ألوانها مش الألوان اللي موجودة في مصر. طبعا فكرة ان ندخل على تطبيق ذكاء صناعي ونقول له انشئ لي صورة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا ووصف شوية حاجات، والذكاء الصناعي يدخل يدور في الصور الأخرى، في صور شبيهة بالصورة دي عبارة عن انفجارات كانت حصلت في العراق وفي حتة تانية. ولو الناس بصت في الصورة من تحت هتلاقي ان العربيات دي ما ينفعش يكون اتخبطت من قدام ابدا لان السقف بتاعها نازل لتحت. ففي بعض من مقاطع هذه الصوره موجود اصلا في صور اخرى. طبعا هو السؤال الكبير، طبعا انا كمواطن عادي مش هقول يعني ما عنديش وقت كتير ان اتفحص، ازاي انا اقدر اخلي بالي؟ هو المهم ان المواطن يبقى عنده الثقافه والوعي، وده اعتقد الدور اللي حضرتك بتحاول عنده وعي ازاي يشوف الخبر الزائف والصورة الزائفة، ده مهم جدا. تمام، وده اللي احنا بنحاول نعمله من المداخلة ومن البرنامج. بس في حاجة تانية برضو لازم نقولها، ان منصات التواصل الاجتماعي فيها بعض من الادوات بتمنع صور الذكاء الصناعي وبتكتب عليها لانها بتتعرف عليها بس بعد فترة من تحملها على هذه المواقع. الحاجة التانية ان هم المفروض كانوا بيقفلوا الصور اللي بتثير المشاعر السلبية، صور الضرب، صور الناس المتعورة، صور العربيات، فكان برضو شيء غريب ان الصورة دي تظهر وتستمر بهذا الشكل. فالحاجات دي موجودة، احنا بنستعملها بعض الساعات مش في إثارة الجدل، ولكن مثلا عايزين صورة لمقالة معينة، صورة لكتاب، حاجة كده مفيدة في الاتجاه الإيجابي. طبعا انا متفق مع حضرتك، هو اللي بيعمل ديت عشان يأجج او يزود المشاعر بتاعتنا هو ده نفس المجموعة او نفس الشخص اللي كل حاجة تحصل بسيطة يبدأ يهول منها ويكبر منها وخلي بالكم يا جماعة والدنيا وكده. فوجودنا في عالم الذكاء الصناعي دوت ووجود الناس على السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي لازم يبقى معاه ثقافة، لازم يبقى معاه معرفة ووعي. طيب يا دكتور، السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل انا بقدر اعرف المصدر اللي عامل التشويه او التزييف ده وتتبعه ولا ما بقدرش اوصله؟ المفروض لو في عندنا تواصل مع القواعد البيانات الخلفية لشبكات التواصل الاجتماعي بقدر اتتبعها. لما انا كنت في بره مصر فترة وكان في تويتة طلعت على المرشح الامريكي، كان في شركات بتقدر تتبع التويتة دي طلعت من انهي بلد ومشت فين والساعة كام، وكان في وسائل للتتبع الكامل، كان ده زمان ايام كان موجود في التويتر. والحاجات دي برضو موجودة في الفيسبوك، بس بتتطلب مننا ان تبقى الجهات الرقابيه عندنا عندها اتفاقيات خاصه معاهم عشان يقدروا يدخلوا على، ما هي طبعا مش قواعد بيانات قوي زي الناس اللي هي عارفاها، بس هي السيستم الداخلي يبدا يتبع ده، مين عمل لها شير، مين عمل لها نشر، طلعت في اول مكان فين. لكن مش الفرد،
صعب على الفرد ان هو يتتبع، لكن الجهات زي ما حضرتك قلت الجهات المختصه هي المفروض تتبع. الفرد شبه مستحيل، لان الفرد اللي بيقدر يعمله برضه للمعلومه تبقى كامله قدام الناس. انا ممكن ادخل كمطور او ديفلوبر انزل من الفيسبوك مثلا 10 مليون بوست، 5 مليون بوست حاجه كده، وابدا احللهم عندي زي ما احنا بنعلم الطلاب عندنا في الكليه، بيبداوا يحللوهم ويشوفوا الكلام. بس لا، اللي انا بتكلم عليه ده بتبقى شركات نفس شركه ميتا، وبتشتغل مع الاجهزه الرقابيه في الدول مش الافراد العاديه. طب دكتور وائل، الفرد بقى اللي هو بيشوف الصوره دي وممكن يعني يعمل لها شير، واحنا عندنا للاسف بنعمل ريشير او بنعيد نشر مثل هذه الصور بشكل كبير، فبتنتشر يعني وبتؤدي الى زي ما حضرتك قلت حاله بث حاله من الرعب والفزع. يعني سؤال لحضرتك هنا في مفهوم مهم جدا، هو مفهوم الوعي الرقمي او الثقافه الرقميه. لو طلبت من حضرتك على الهواء، انا كمستخدم للفيسبوك او السوشيال ميديا او اي مواطن، اي حد بيدخل يعني العاده اليوميه يتصفح صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، ايه هي الادوات اللي انا ممكن اتسلح بيها عشان يبقى عندي وعي امام الخبر الزائف والصوره الزائفه؟ لان الصوره الزائفه بيستتبعها خبر زائف كمان. ما الوعي بتاعي يتطلب ان انا ادخل على المصدر. يعني احنا مثلا لما بنيجي ندخل نقرا خبر عن وزارة التعليم العالي وبيانات النجاح والسقوط وبيانات الجامعات، ما باخدهاش من الملفات او من الحسابات الشخصية، انا باخدها من الوزارة، باخدها من وزارة الاتصالات، من المصدر الرسمي او من المصدر الرسمي. المصدر الرسمي. الحاجة الثانية، في اماكن موثوقة، يعني مثلا الجرائد القومية او الجرائد الغير حكومية حتى، دي مصادر موثوقة، فالمصادر الموثوقة دي لازم نرجع المعلومة لغايتها. انما ان انا اخد صورة حد او فرد حطها واعمل لها تسجيل واقوم انا رافعها باسمي، في القانون المصري انا قد اكون برتكب جريمه وانا مش عارف، لان ده معناه اثاره الراي العام. صحيح. فاللي احنا بنحاول نقوله للناس انك انت حاضر لما تشوف دي، حاول ما تشيرهاش الا لما تشوفها على موقع رسمي. يعني ده كمان حصل حضرتك كتير قوي بموضوع نتائج التنسيق. ده مش بس كمان كده، ده على مستوى حتى الافراد الحقيقه، لان كمان بيتم تشويه الصور الشخصيه وبتبقى بيها اثار سلبيه كتير جدا واجتماعيه ونفسيه وكل حاجه. احنا بنشكر حضرتك شكر كبير، الدكتور وائل بدوي عضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باكاديميه البحث العلمي. نروح مع حضراتكم لجوله كده واهم الاخبار الرياضيه محليا وعالميا بصحبه دينا شرف مره ثانيه. اتفضلي يا دينا. شكرا ليك يا محمد، وفعلا جد دلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق الاسماعيلي تاهل لربع نهائي بطوله كاس مصر بعد الفوز على سموحه بنتيجه 2-0 في المباراه اللي جمعتهم على استاد الاسماعيليه في اطار منافسات دور 16. فريق طلع الجيش تأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام ضمن منافسات دور 16 للبطولة، وبكده بيلتقي طلع الجيش مع الإسماعيلي في الدور الثمانية بكأس مصر. فريق زد اف سي تأهل لربع نهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا بالنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور 16 لبطولة كأس مصر، وبكده بيتأهل الفريق لربع النهائي وبيواجه مودرن سبورت اللي تأهل على حساب انبي. فريق بيراميدز ايضا تأهل الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الجونة بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمعهم على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الدور الثمانية من عمر البطولة. الفوج الأول الرسمي من البعثة البارالمبية غادر لباريس للمشاركة في دورة الألعاب اللي هتقام في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 من سبتمبر، ويضم الفوج 9 منتخبات. مسابقات سباق السيارات موتور ويك،
ومنافسات الفنون القتالية هتنطلق ضمن الفعاليات الرياضية الأسبوع السابع في مهرجان العالمين الجديدة 2024. مهرجان العالمين الجديدة هيستضيف بطولة كرة السلة 3x3 أو 3x3، وهتشهد ملاعب سلام جام مواجهات قوية بين أقوى الفرق من العاصمة والمحافظات المجاورة، وهتتلعب المباريات الحماسية يوم 23 و 24 أغسطس. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية ومكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. النهاردة احنا محظوظين جدا في صباح الخير يا مصر عشان هيكون معانا فنانة مميزة ونموذج ملهم الحقيقة للتحدي والصمود والإيمان بالموهبة. هي مؤمنة بموهبتها جدا في الفن التشكيلي، قدرت بريشة ساحرة وبحس فني جميل تتحدى كل القيود اللي فرضت عليها. هي من ذوي القدرات الخاصة، تمتلك قدرات خاصة، لكنها فنانة ملهمة وشافت أن الفن ممكن يكون وسيلة جميلة جدا للتعبير عن مشاعرها. 55 لوحة في قاعة صلاح طاهر بالمسرح الصغير في الأوبرا المصرية، رحلة فنية لمريم وجيه البطلة اللي معانا النهاردة. معرض لجمال جدا، والمعرض اسمه جميل، اسمه مريم، اللي هي ضيفتنا اللي منورانا والنموذج اللي احنا بنحتفي بيه النهارده في صباح الخير يا مصر. هاد اكيد يا محمد. مريم قادره باختلاف، مريم متميزه في الفن في الرسم، عبرت عن نفسها بالالوان وبالتميز في اللوحات، واللي اقيمت لها قاعه خاصة جدا في دار الأوبرا المصرية تم فيها عرض 55 لوحة لمريم. مريم درست الرسم في القسم الحر بكلية الفنون الجميلة، وعملت بإيدها وبالريشة أجمل الألوان وأجمل التعبيرات. النهاردة مريم ضيفتنا في استوديو صباح الخير يا مصر، ووالدتها الأستاذة هناء أمين بصبح على حضراتكم، وبقول لمريم مبروك يا مريم على النجاح الجميل اللي احنا شفناه. على فكرة احنا عرضنا اللوح بتاعتك من يومين وكانت جميلة ومبهرة وعلقنا عليها في الاستوديو، لكن الجميل ان انت تبقي معانا النهاردة بنفسك وحضرتك مشرفات. اهلا بيك يا فندم. منورنا ومشرفنا الفنانة مريم وجيه. الاسم كده يعني اسم فني، فن تشكيلي جميل جدا. احكي لنا بقى يا مريم قصة في الأول كده مع الفن التشكيلي، واشمعنى اخترت الفن التشكيلي؟ إيه اللي عجبك؟ أصل أنا رقصت غلط، وسنة سنست يعني. أنت بتحب الرسم؟ بحب الرسم. درستي ايه في الكلية يا مريم؟ اخي في الكلية عندي نفسي السباحة. بطل السباحة برضو. بطل السباحة طبعا. ما شاء الله. وكمان هطلب صفا. انت معاكي عملتي كام لوحة؟ طيب جميل. استاذه هناء، يعني مريم ليها القدرات الخاصة مش بس في الفن، كمان في الرياضة ما شاء الله. بطل تعرف السباحة. يمكن مش اي حد يمتلك القدرات دي. ازاي قدرتي توصلي بمريم للنجاح ده؟ هم اللي عندهم قدرات مش عندنا الصراحه. قدرات خاصه يعني. اكتشفتيها ازاي؟ بصي، اي ام بتفضل تنكش كده حوالين ولادها تشوف هو مميز في ايه يعني. بس فاحنا يعني ابتدينا الاول بالسباحه كنوع من الرياضه اللي فيها دمج، اللي تقدر جسمها يبقى كويس فيه كل حاجه يعني، تنظيم للنفس. وبعد كده بقى ابتدينا ندخل بطولات وكده، وهي بطله عرب في السباحه ومعاها 50 ميداليه يعني. ما شاء الله. طيب، من السباحة للفن التشكيلي، مريم هي أول فنانة مصرية تلتحق بقسم الدراسات الحرة في كلية الفنون الجميلة. والالتحاق مش سهل على فكرة، يعني بيبقى فيه معايير كمان. طبعاً لاختيار مين يدرس فنون جميلة. قدرات خاصة. قدرات في ده حقيقي. كلية هي كلية عملية، فكان أصلاً الموضوع يعني بالنسبة لولادنا مقفول تماماً حتى في القسم الحر. فكانت مريم أول الملتحقين من الداون سندروم في القسم الحر، ودرست أربع أقسام، درست جرافيك ودرست نحت ودرست جداري، وقدمت أعمال في كل قسم، جرافيك وفن تشكيلي وتصوير زيتي.
وابهرت الجميع يعني بشهاده الدكاتره وعميد الكليه في الوقت ده دكتور احمد هانو الوزير الثقافه حاليا. فيعني الصراحه يعني هي بتبذل مجهود ومش مجرد ان هي في مكان وخلاص، لا هي بتشتغل وبتشتغل على نفسها كتير وبتنتج. يعني ده اللوح دي ال 55 مش من يوم وليله، دول 5 سنين، يعني 5 سنين على مدار 5 سنين. مريم الدراسه كانت سهله؟ وانت حبيتيها؟ ايه اكتر حاجه حبيتيها؟ الرسم في كل الاقسام اللي هي درستها اكتر حاجه. احنا شايفين دلوقتي على الهواء يا هبه مريم وهي بتستقبل كده الفنانين والنقاد داخل قاعه صلاح طاهر، وعلى فكره مش اي حد يعرض في قاعه صلاح طاهر. طبعا صلاح طاهر هو رمز التشكيل الكبير المصري والفنان الكبير. شايفين الصور دي مريم وهي بتوري الرواد والزوار للمعرض، حاجه جميله جدا. انا بشوف دلوقتي ازاي يا مريم جبتي افكار الصور يعني وانا بتفرج عليها يا محمد، حتى من يومين قعدت اقول هي تقصد ايه، طب وليه رسمت اللوحه دي؟ انا متذوقه، هي مش في دماغ، مش متخصصه، بس بحب جدا الفن التشكيلي. احنا ما بنعرفش مريم دماغها في ايه يعني في التجريدي بالذات، احنا بنسيبها ان هي تعبر باللي هي عايزاه، وزي ما بتطلع اللوحه بتبقى هي دي اللي هي عايزاها. في دمج الوان رائع الألوان جدا قوي وسايبانا احنا بقى مطلقنا العنان كده ان احنا نفكر اللوحه دي تقصد بيها ايه مريم. طب مريم، اي لوحه مريم تختارها كده تتكلم عنها؟ مريم بتحب الالوان، بتحب اللي هو دمج الالوان في بعضيها، صح يا مريم؟ بتعمليها ازاي يا مارو اللوحه؟ بتحط الالوان ازاي؟ قولي لنا كده. كمان بتحركيها هي كده في كل الاتجاهات لحد ما بتديها اللي هي عايزاه، اللي هي راضيه عنه واللي في دماغها. وبعدين هي بتختار كمان اللون، يعني برضو فكره التناسق الالوان. احنا شايفين في معرض مريم يعني كذا حاجه. كنا لسه بندردش قبل الهوا، هي بترسم بورتريهات، والبورتريه ده من اصعب الوان الفنون يا مريم، انك ترسمي بورتريه صح او بورتريه صادق وحقيقي شبه الشخص نفسه. بترسم مناظر طبيعيه اللي هي الحاجات الطبيعيه، فن تجريدي ده اعلى حاجه من الفنون. يعني الفن التجريدي ده عشان فنان يشتغل ويقدم لوحه تجريديه، ده بيكون مر يا مريم بسنين طويله عشان يقول انا فنان بقدم لوحه تجريديه. اصلا الفنانين جمعت ازاي ما بين الثلاث مدارس فنيه؟ الفنانين التشكيليين اللي جم زاروا الكبار، اللي جم زاروا المعرض، يعني قالوا هو معرض متكامل يعني شامل كل حاجه. يعني البورتريهات اللي حتى اغلب البورتريهات اللي هي عاملاها، هي عاملاها افريقيه شويه لان هي اتاثرت شويه، درست في جامعه القاهره مع الف قائد افريقي، وكان في افارقه كتير اتاثرت بالوجوه، شافت الوجوه دي عايزه ترسمها وتنقلها بورتريه. ايه الدراسه أفريقي الرئيسيه لمريم؟ الف درست ايه في جامعه القاهره؟ الف قائد افريقي في الدراسات العليا الافريقيه، مركز الدراسه، قسم رياده اعمال. جميل. فيعني مريم انت كمان الوانك حتى في لبسك جميل، انت اللي مختاره الالوان الحلوه دي. ايوه. طيب الفنان فنان في كله. ايوه جميله يا مريم، جميله شامل في كل حاجه. طب نرجع مره تانية بقى، ازاي بقى النقاد والفنانين؟ احنا شفنا عدد كبير جدا من المتخصصين في الفن التشكيلي، صحفيين، نقاد، فنانين حضروا المعرض في قاعه صلاح طاهر. كانت ردود افعالهم ايه؟ اتكلموا عن ايه؟ وقالوا لك ايه اللي بيميز ريشه مريم وجيه؟ لان اي فنان تشكيلي دايما ليه بصمه، ليه ريشه زي ما بيقولوا كده، مختلف عن حد تاني. حد قال لك مريم وجيه بتتميز بايه؟ بالجراءه. بالجراءه كله كانوا يقولوا لي كده. جريئه، بتحط اللون مش خايفه، وهو ده الفنان اللي هو مش خايف هو بيعمل ايه، هو بيعمل باحساسه، فهي احساسها هو اللي طاغي على اللوح. يعني حتى يعني كله داخل في احساس بهجه، في اللون مبهج، الالوان مبهجه، الالوان جريئه، الالوان صريحه، قدرت تحط احساسها في اللوحه نفسه. يعني هتعملي ايه يا مريم؟ هتعملي ايه بعد كده؟ هتعملي معارض تانية ولا عايزه معارض بقى بره مصر، ولا عايزه تعملي ايه؟ بره مصر. بره مصر. وهتحترف بقى؟ وهتحترف يا مريم؟ طبعا. مفيش لوحات لوحات بقى؟ لا في طبعا. لا في طبعا. وفي لوحتين راحوا وزاره الثقافه في العاصمه الاداريه، وزير الثقافه اقتناهم في هناك في المتحف هناك. بالامضه بتاعتها كده مريم وجيه. بالامضه بتاعتها مريم، وهيفضلوا هناك في المعرض دائما يعني. للتاريخ. الفكره الفن جماله يا مريم ان الصوره بتبقى عايشه للتاريخ على طول. تقعد
100 سنة 200 سنة صح؟ صح. طيب عايز اتكلم بقى شوية على الدعم بقى المريم، يعني حضرتك طبعا ربنا يديك الصحة ودايما واقفة معاها، دور بقى الأسرة، الوالد، اخواتها، اصدقائها، ليه دور مهم جدا طبعاً. فكرة التشجيع، انها تعمل حاجة حلوة، ترسم لوحة فتحس حد شافها قال اللوحة دي فعلا لوحة جميلة مختلفة. كلمينا عن الدعم. صح كلامك كله، يعني هو هي فعلا ولادنا عامة بيجوا بالدعم والتشجيع. يعني يعني عايزه اقول لك مثال، كليه فنون جميله مش مؤهله ان كانت تستقبل حاله زي مريم لا دكاتره ولا اي حد، بس هم استقبلوها بالحب. جميل. بالتشجيع، بالاحتواء، بالايمان بقدرتها، دي اهم حاجه، فنجحت في الموضوع. في غير مريم؟ في اختها يوانا في كليه هندسه. لا يعني ربنا يخلي يا رب وكلهم يبقوا ناجحين. طيب. لكن في غير مريم التحق بنفس الدراسات بعد ما مريم حققت نجاح، ابتدوا يفتحوا الباب اكتر بالظبط كده. لذوي القدرات الخاصه في دخلوا بعد مريم. طب حلو قوي. وده طبعا احنا كنا ده هدفنا كمان، ان احنا نفتح البيبان اللي كانت مقفوله في وش ولادنا. هي بقت رائده في الموضوع ده، رائده في المجال يعني. بس فالدعم طبعا الدعم مهم، اخواتها طبعا كله، الدكاتره. كلمينا اكتر ازاي بيدعموا مريم. يعني الدكاترة كانوا دايما بيقولوا لنا الصح، وكانوا دايما لو هي مش فاهمة حاجة لا بيقعدوا معاها ويفهموها لها. انا كان مسموح لي ان انا احضر المحاضرات مع مريم واشوف، لان طبعا احنا مش بناخد كل حاجة، احنا بناخد اللي يفيدنا في الدراسة. حضرتك كنت بتروحي معاها الكلية في المدرجات وتخش المرسم الخاص بتاع كلية فنون جميلة وتقعدي معاها. مش مسموح لي اعمل اي حاجة، انا بس اتفرج بس. فكنت معاها دايما في البيت بقى. لا طبعا التشجيع ده، هي اختها والعيلة مهم قوي ان هم يقولوا رأيهم في اللوحة قوي. يعني اما بخلص بيهم مريم. بيهمك يا مريم ان حد يقولك الله دي جميلة، طب انت عاملة دي ليه، رسمها ازاي كده؟ مين بيقولك كده الله انت اللوحة حلوة وكده؟ مين؟ دكتور أشرف. ومين تاني؟ دكتور هانا. ودكتور أحمد هانا. ومين تاني؟ أخوانا. وأخواتك وكده؟ أخواتي. أكتر لوحة بتحبيها إيه؟ أكتر لوحة رسمتيها وبتحبيها جدا؟ بتحب إيه من اللوحة اللي أنت رسمتيها؟ طب بتحب ترسمي بورتري؟ بورتري. لو حد راحت فين؟ راحت فين بعد المعرض؟ ما هي لسه المعرض شغال النهارده اخر يوم. حلو النهارده اخر يوم. طيب احنا لسه عندنا فرصه، اللي عايز يشوف لوحات مريم ويستمتع بفنها ورسمها الجميل يقدر يتوجه لدار الاوبرا المصريه. قاعه صلاح طاهر، والدخول مجاني ما فيش اي. بالظبط. واللي عجبته لوحه يشتريها. بالظبط. نشجع مريم كده، بنعمل لها دعايه على الهواء، هي تستحق كل حاجه جميله. ربنا يبارك فيكي ويبارك في مريم، وتشوفها كده فنانه تشكيليه كبيره. أمين. وتعرض في اكبر صالات العرض العالميه زي ما قالت، حلمها انها تقدم فنها بره مصر ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا استاذه هناء. شكرا لحضرتك. امين. والفنانه التشكيليه مريم وجيه، نورتينا. شكرا يا مريم. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. موجز الاخبار مع دينا شرف. شكرا لك هبة. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها. وشدد الرئيس السيسي على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق دون أن يتحول لعقوبة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ. توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد الذي يعقد غدا الجمعة ولمدة يومين. ويعقد الاجتماع الوزاري لتيكاد هذا العام تحت عنوان المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا، ويهدف إلى تحديد أولويات تنموية متوسطة وطويلة الأجل في السنوات القادمة للشراكة بين إفريقيا واليابان بما يساهم في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا.
واصلت قوات الاحتلال الاسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقه بقطاع غزه. واعلنت السلطات الصحيه في غزه عن استشهاد 11 فلسطينيا معظمهم من الاطفال والنساء، فضلا عن اصابه اخرين في قصف اسرائيلي استهدف منزلا في بيت لهيا شمال قطاع غزه. هذا واستهدفت غارات مكثفه لقوات الاحتلال مناطق متفرقه بابراج القسطل شرق مدينه دير البلح وسط قطاع غزه، بينما استهدفت غارات مماثلة منزلا غرب مخيم نصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بينهم أطفال ونساء. تبادل حزب الله اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي القصف على طول الحدود، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم موقعا تابعا لحزب الله في مبنى بقضاء صور جنوب لبنان بعد أن أطلقت قذائف صاروخية باتجاه بلدة زرعيت شمال إسرائيل. كما قصف الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية منطقة عيت الشعب وعلم الشعب جنوب لبنان. وردا على العدوان الإسرائيلي أعلن حزب الله أنه قصف موقع المالكية بالقذائف المدفعية وقصف ثكنة ترميم الإسرائيلية برشقة من صواريخ الكاتيوشا. أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط. وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط سينكوم أن حاملة الطائرات USS إبراهام لينكولن المجهزة بمقاتلات F-35C دخلت نطاق مسؤولية سينكوم، وبذلك يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية الموجودة حاليا في الشرق الأوسط إلى 2. أعلنت روسيا أنها أحبطت محاولة تسلل للجيش الأوكراني في منطقة بريانسك الحدودية المجاورة لكوسك التي تشهد هجوما للجيش الأوكراني. هذا وتخوض القوات الروسية قتالا عنيفا ضد القوات الأوكرانية في منطقة كوسك منذ 6 أغسطس عند اقتحام الآلاف من القوات الأوكرانية الحدود الغربية لروسيا. أعلن تيم والز في خطاب رئاسي ألقاه أمام مؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو قبوله رسميا ترشيح الحزب له لمنصب نائب الرئيسة. وركز والز في خطابه على حماية حريات الأمريكيين وبناء مستقبلهم. كما هاجم والز المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب مشيرا إلى أن أجندته لا تخدم أحد سوى الأثرياء والأصوات الأكثر تطرفا، وأنه إذا عاد للبيت الأبيض فسيلغي قانون الرعاية الصحية الميسرة. وأضاف والز أن ترامب ونائبه سيدمران الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وسيثقلان كاهل الطبقة المتوسطة. أعلنت الشرطة الهندية أن انفجارا وقع في مصنع للأدوية أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح غالبيتهم بحروق ناجمة عن مواد كيميائية. وأكدت الشرطة الهندية أنه لم يبقى أحد محاصرا داخل المبنى وأن عمليات الإنقاذ انتهت. وأضافت أن المحققين يعتقدون أن انفجار مصنع الأدوية ناجم عن تسرب غاز. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحالة توصيات الحوار الوطني بنقاشاته المختلفة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وكمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات اللي تم التوافق عليها. 24 توصية تم الأخذ ب 22 منها، وكمان أكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدة الحبس الاحتياطي والحفاظ على الطبيعة الخاصة بالحبس وإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق. طبعا لا يمكن الاستغناء عنه، لكن المدد هي اللي بنتكلم فيها، وكمان ما هي المجازاة
او تم حبسه بشكل خطا ازاي يتم رد اعتباره في مثل هذه الحاله؟ تتحول العقوبه لتطبيقات مختلفه والعدل بياخذ مجراه، لكن كل طرف بيكون له الحقوق والواجبات وطبعا حقوق المجتمع والحق الجنائي ليها، لان كمان في مشروع خاص بالاجراءات الجنائيه بيتم مناقشته دلوقتي في اروقه مجلس النواب. فيما يتعلق بتوجيه السيد الرئيس بالحبس الاحتياطي او الفكره الخاصة بالحبس الاحتياطي، كان قرار مهم جدا لأنه القوى السياسية من فترة طويلة كانت بتطالب بإعادة النظر في الحبس الاحتياطي، خطوة سياسية مهمة تفاعلت معها القوى السياسية. هنحاول مع حضراتكم النهاردة نعرف أبعاد هذا التوجيه، يعني إيه ضبط المدد القصوى أو الخاصة بالحبس الاحتياطي، أهميته كمان كإجراء احترازي مهم جدا مش بس في مصر، دول العالم كله بتتعامل مع الحبس الاحتياطي فيما يتعلق بالجرائم الخاصة بالإرهاب وغيرها من الجرائم. تفاصيل أكتر، معرفة أكتر لأبعاد توجيه السيد الرئيس مع ضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللي منورنا ومشرفنا النهاردة. أهلا بيك أستاذ. أهلا وسهلا بحضرتك. نعرف السادة المشاهدين ببساطة أبعاد هذا التوجيه اللي اتخذه السيد الرئيس بناء طبعا على نقاشات الحوار الوطني. خلينا أقول لحضرتك أن احنا قدام إجراء تاريخي في الحقيقة، أنه يتم رفع التوصيات القادمة من الحوار الوطني في خلال 24 ساعة يوافق عليها السيد الرئيس ويحولها إلى الحكومة حتى تتحول إلى إجراءات تنفيذية، ويتم البحث في موضوع البدائل، وده يمكن تم خلال النقاشات اللي أنا شرفت أن أنا حضرتها في الحقيقة في خلال النقاش حول الحبس الاحتياطي في الجلسة الثانية بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في أكتوبر. وكان النقاش والحقيقة كانت الملاحظة الرئيسية عندي أنه في صراحة شديدة جدا في طرح هذا الموضوع، لدرجة أنه كان في ناس من الناس اللي تعرضت لإجراء احترازي خاطئ بحبسهم بشكل خاطئ، وكانوا بيقولوا شهادتهم للناس عن الواقعة نفسها وعن الوقت اللي هم قضوه، وده يمكن كان يعني مسار يمكن دهش عند كثير انه دول موجودين معانا وبيتكلموا بهذه الطريقه وبهذه الصراحه الشديده عن كل اللي حصل لهم خلال هذه التجربه. لكن ده دفع القوى السياسيه اللي كانت موجوده والاساتذه اللي كانوا موجودين في القانون، وبالاضافه للمجلس القومي لحقوق الانسان، لان احنا رحنا قدمنا يعني تصور كامل عن بدائل الحبس الاحتياطي. وطبعا احنا هنا بنستلهم التجارب الدوليه، يعني في تجارب دوليه كثيره في المساله دي. انت عندك مثلا يعني الحبس الاحتياطي محدد المده في مكان محدد، انه ما يخرجش من دايره معينه جغرافيا لمده محدده، الاساور الالكترونيه اللي هي مرتبطه بالاقمار الصناعيه وغيره، المده يعني نفسها كمان. بالظبط. فبدائل كثيره موجوده وفي دول كتير بدات تطبقها، وانت قدامك بقى الايجابيات والسلبيات بتاعتها، يعني انت قدامك الخيارات كلها. فهنا اللي بيحدد المسألة دي بقى هنا الحكومة هي اللي هتنظم الموضوع ده مع التوصيات اللي رفعها الحوار الوطني، وفيها حاجات كتير إيجابية الحقيقة وربما نجد منها. إيه أبرز الحاجات؟ كنت لسه هسأل حضرتك، إيه أبرز الحاجات اللي في التوصيات وبالتالي هي دلوقتي على طاولة الحكومة علشان يقرأ؟ يمكن أهم حاجة في التوصيات، ويمكن ودي جت في بيان السيد الرئيس، إنه ما تتحولش الإجراء الاحترازي إلى عقوبة. يعني هنا كان في البعض ممكن يعدي عليه أكتر من سنة أو أكتر من شهور في قضية محددة. هنا محتاجين من الجهد بقى القضائي والجهد التشريعي أنه لا تتحول في حد ذاتها إلى عقوبة. فبالتالي هنا نحدد بقى عدد من الجرائم مثلا، أو نحدد عدد من المدد مثلا تبقى لا تتجاوز، انه يبقى في تدريبات اكتر للمنفذ القانون، الساده وكلاء النيابه والساده القضاء، في مساله العلاقه ما بين تنفيذ القانون وحقوق الانسان. ودي كثير من القضاه في مصر بيبقوا مهتمين بيها في الحقيقه، لانه ده مسار احنا ماشيين فيه بقالنا فتره، وبقى عندنا بالفعل يعني تراث قانوني كده وتشريعي بيحترم حقوق الانسان على مدار السنوات الماضيه في كثير من القضايا، فبينضم لها دلوقتي الحبس الاحتياطي. وهنا انت بتتكلم على يعني مشهد، وليه انا كنت بقول تاريخي؟ لانه هو مشهد فيه احترام شديد جدا لمساله حقوق الانسان، وان انت بقيت بتتعامل معاها باعتبارها جزء من عمليه بناء الانسان المصري اللي هي بتجري الان، واللي ربما الحكومه مهتميه بيها، انه حقوق الانسان وتوفيرها في المجتمع والاهتمام بيها بهذا الشكل
جزء من عمليه جوده الحياه اللي بتقدمها للمواطن. ان انت عندك المواطن في مصر، مواطن في الجمهوريه الجديده، بقى ما عنده حقوق زيه زي اي دوله كبرى في العالم يعني، او على المسار او على الطريق ده. لانه في الحقيقه ولو نتكلم على الحبس الاحتياطي، المشكله بس ما كانتش موجوده في مصر. اللي يشوف مثلا التحقيقات في فرنسا، في المانيا بعد الحوادث الارهابيه اللي كانت موجوده في السنوات الماضيه، سيجد انه نفس هذا الاشكال كان بيواجه السلطات الفرنسيه. احنا صحيح. مش بنلغيه، بس بنعدل في اجراءاته وفي الياته. اكيد ما نقدرش نلغيه. هو الاجراء الاحترازي ده اجراء وقائي واحتراز. اجراء وقائي لانه ده حق المجتمع. صحيح. لانه ربما يكون مدان وربما لا يكون مدان. السيد الرئيس بالامس كمان وجه بضروره يعني التعويض الادبي والمادي لكل من تعرض للحبس الاحتياطي بشكل خاطئ. ودي فيها اشاره مهمه جدا، انه اي شخص ممكن في اي قضيه حبس لفتره زمنيه طويله في بعض الحالات له الحق علينا كدوله وكمسار للعداله في مصر ان يعوض ماديا وادبيا. شفت الاشاره دي ازاي؟ اشاره مهمه جدا، ودي كانت من ضمن التوصيات اللي كانت موجوده، انه جبر الضرر مهم جدا، لانه ده جزء من تنظيم مساله حقوق الانسان بشكل كامل. انه ما ينفعش حد يتعرض لعقوبه وهو يعني مش مدان أو مظلوم. فبالتالي هنا المجتمع والحكومة مطالبين بأن هم يكبروا ضرره. خلينا أقول لحضرتك أنه كان في نقاش على مدار سنتين، بدأ من تنسيق شباب الأحزاب مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وانتهى إلى لجان الدمج والتأهيل. لجان الدمج والتأهيل دي جهد شبابي حقيقي، قدر أنه هو يعني في بعض الشخصيات اللي خرجت يعني في قوائم العفو بدأوا يشتغلوا عليهم أنهم يرجعون تاني شغلهم، وبدأوا يرجعوهم تاني للمجتمع. صحيح. وبدأ يبقى فيه نوع من أنواع كده رد الاعتبار. رد الاعتبار بالظبط. وده عمل، أنا بتصور أنه كان عمل مهم جدا، ويعني مهم أن احنا نشكرهم عليه الحقيقة، لأنه قدم، وأنا بنفسي يعني شاركت في إدماج بعض الزملاء اللي خرجوا يعني، فكان عمل مهم جدا وعمل إنساني طبعا. بشكل كامل، وتجربة جميلة جدا في مصر، وكانت مسار إعجاب حتى لما كنا بنتكلم فيها في اللجان التعاقديه اللي موجوده في الامم المتحده في جنيف. لما بنسافر وبنتكمل بنتكلم معاهم على التجربه، كان في ترحيب شديد بيها وشايفينها بشكل ايجابي جدا. وده المسار الايجابي التراكمي اللي مصر تسير فيه الان. خليني اقول لحضرتك ان البعض ربما يعني يعني يبقى سقف التوقعات، وانه الموضوع اتحل انتهى، وانه لا، هو حقوق الانسان عمليه تراكميه. انت هنا بتبني طوبه فوق طوبه، بتحاول طول الوقت ان انت تطور وتحسن في الاوضاع. هنا بتتكلم مش على ان انت عندك اشكاليات او تحديات، ولكن انت بتتكلم على وجود اراده سياسيه ان انت تحل هذه الاشكاليات والملفات العالقه. بعضها ملفات بقى سنوات، وطبعا فيها يعني رغبه قويه طبعا في الاحتكام للدستور وللقانون وفيما يخص حقوق الإنسان ببنوده المختلفة. لكن كمان كلمنا عن مشروع الإجراءات الجنائية لأنه بيتم مناقشته، هل في نقاط التقاء ولا نقاط اختلاف بينه وما بين الآليات اللي عايزينها في الحبس الاحتياطي؟ لا بالتأكيد، هو بالعكس، يمكن في التعديلات الأخيرة للقانون هو لم يصدر يعني، ولكن اللي سمعناه من اللي سمعناه من اللجان واللي شفناه واللي تابعناه يعني من عملهم، أنه بالعكس هم شايفين أن المسألة يعني حطوا لها بالفعل حدود قصوى. يعني بنتكلم على لا يزيد عن سنه او لا يزيد عن 6 أشهر، يعني بنتكلم 18 شهر بحد اقصى على حسب ما اتذكر يعني، لانه مش متذكر قوي المدد اللي اتقالت في خلال النقاش. لكن خليني اقول لحضرتك ان هم حطوا ده في اعتبارهم، وحتى واحنا بنناقش التعديلات دي في خلال جلسه الحوار الوطني كان موجود الدكتور طارق رضوان رئيس لجنه رئيس لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب، واتكلم على التعديلات اللي هم وصلوا لها وانتهوا ليها في البرلمان، وانا اتصور انها متقدمه جدا وحققت كتير من المعايير في الحقيقه، لانه هنا حصل تعاون مهم جدا ما بين اللجنه، المجلس القومي لحقوق الانسان، منظمات حقوق الانسان. فهنا كان في دائره استماع كبيره عشان يوصل في النهايه انه يطلع قانون يبقى متوافق مع كل هذه المعايير. وهنا اللي كنت بقول حضرتك عليه، فكرة المكون الحقوقي اللي هو موجود النهاردة بالفعل في العقل التشريعي المصري وفي إدارة الدولة المصرية، وإن في إرادة سياسية حقيقية موجودة إنه ده يبقى موجود بعد كده في مصر، إنه حقوق الإنسان يتم احترامها. جميل. والعمل عليها وتحسينها طول الوقت، بالإضافة إلى
عمليات بناء الإنسان الجارية والاهتمام بالإنسان المصري. استجابة السيد الرئيس لها أثر حقوقي وقانوني ولها أثر سياسي مهم جدا، وده سؤالي لحضرتك، لأنه السؤال كيف تفاعلت القوى السياسية، لأنه كان في مطلب، بعض الأصوات السياسية كانت بتنادي بإلغاء الحبس الاحتياطي تماما، وده يعني فكرة مش موجودة في أي مكان في العالم. القوى السياسية بالأمس المهتمين بالشأن العام السياسي كيف تلقوا هذه الاستجابة والأثر السياسي لتوجيه الرئيس؟ خلينا أقول لحضرتك أنه الأثر السياسي ده بتشوفه في أنه الحوار الوطني نجح بالفعل في أنه يقدم نفسه كتجربة حوار في ديمقراطية تشاركية تقدر في الوقت مسألة التفاوض مع الدولة بشكل ناجح ويستجاب ناجحة. يعني أنت طول الوقت بيبقى كان عندك إشكال في أن أنت تتكلم مثلا على أنه وأنت بتتكلم مع الدولة، في الدولة عندها الهاجس الأمني مثلا، هو الهاجس الأمني ده هو اللي بيحركها طول الوقت مع التحديات اللي احنا بنشوفها طول الوقت في المجتمع، وده أمر مقدر لأنه الحكومة مسؤولة عن أنها تحمي هذا المجتمع، وهنا هي بتمثل المجتمع في أن هي بتتصدى عن أي جرائم ممكن تبقى مؤثرة عليه، وهنا بنتكلم تحديدا على الجرائم الإرهابية. لكن لما نيجي نبص على إزاي الحوار الوطني بالحوار والتفاوض اللي حصل وأنه كل القوى موجودة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، النشطاء وغيرهم موجودين وبيتناقشوا ومفيش سقف للحوار، ده بيعزز الثقة السياسية أكتر. بالظبط كده. يعني أنت بتتكلم هنا على أنه هذه الآلية الخاصة بالحوار الوطني نجحت بالفعل في أنها تقدم نفسها كوسيلة تفاوض اجتماعي مهمة جدا، وسيلة اتصال بين القوى السياسية وبين إدارة الدولة المصرية بشكل فعال جدا، موجودة بالاشتراك مع البرلمان في أنها تقدم توصيات وتقدم بدائل وحلول طول الوقت للقيادة السياسية، والقيادة السياسية مع الوقت كمان وهي صاحبة الاقتراح في الحقيقة أنه يبقى في حوار وطني موجود وشغال بالفعل، بتهتم به ومهتمة بإنجاحه بالاستجابة للتوصيات اللي موجودة منه والنقاشها داخل الحكومة. فبالتالي أنت بقى عندك أكتر من آلية تقدر أن أنت تروح لها وتبتدي تتكلم معها كقوى سياسية، وهذه القوى السياسية تجد استجابة في النهاية من هذه. لا، وكثيرا ما كانت تستهدف مصر من تقارير خاصة بحقوق الإنسان من بعض النقاط كده، يعني مصر على العلن بتقول أنا براجع وبعمل خطوات تفيد المواطن وتفيد المجتمع بما لا يقل بأي من الحقوق أو الواجبات. يعني خليني أتحفظ على المسألة دي لسبب، أنه لما نيجي نشوف حركة حقوق الإنسان في مصر، حركة حقوق الإنسان في مصر فيها شقين، شق بيستخدم الضغط الخارجي، وده تصور أنه شق يعني فشل بالفعل في أنه ينجز أي إنجاز على الأرض، وفي شق تاني راهن على أنه بالتفاوض نقدر نوصل لحلول. نجح في أن يبقى في استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، تفاوض وطني وعمل وطني بالفعل، لا يعني ما بشوفش فيه فكرة الضغوط الدولية كتير يعني الناس بتتكلم عليها. ما هو بيبقى فيه ضغط دولي، وفي ضغط دولي على كل دول العالم، يعني ما هو احنا عندنا دلوقتي مثلا الانتهاكات الإسرائيلية وفي ضغط دولي، لكن في النهاية الانتهاكات مكملة، يعني ما حدش قادر يوقف نتنياهو عن الكوارث اللي هو بيعملها. لكن هنا بنتكلم على أنه عمل وطني بالفعل، حوار وطني تم، واستراتيجية وطنية وضعتها منظمات مصرية، مؤسسات مصرية، هي دي اللي وضعت أجندة عمل الدولة المصرية في مسألة حقوق الإنسان. فهنا بنتكلم على أنه الرهان على التفاوض الاجتماعي داخل الدولة المصرية بحس وطني أو بدافع وطني أو برغبة صادقة أنه هذا المجتمع بالفعل مش عشان أنه حد يرضى عننا، لكن عشان المواطن المصري هو اللي يرضى عن بلده، الصالح العام. بالظبط. فهنا ان احنا بنعمل واقع جديد للمواطن المصري يقدر يصل فيه لحقوقه بشكل كامل، يقدر يشتكي اي حد. صحيح. يقدر يصل لحقوقه في اي وقت. وده المسار اللي بتسير فيه الدول لما تتقدم. صحيح. فهو ده المسار اللي بتصوره انه تتقدم بيه مصر للامام. بعض الجرائم بتطول فيها التحقيقات، بعض الجرائم دلوقتي بقت جرائم معقده، يعني فيها اطراف سواء داخليا او خارجيا، فبالتالي هنا استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي ووقائي، عشان نوضح برضو الصورة للمشاهدين، لأنه في بعض الأحيان في كده ثقافة قانونية مغلوطة عند الناس. كلمة حبس احتياطي كأنها نوع من أداة من أدوات القمع، يعني بصراحة حبس احتياطي فأنا دي أداة قامعة للناس، لكن هي ليها وجه آخر مهم للتحقيقات للتوصل إلى نتائج معينة. حابين نوضح الجانب ده، وإن الجانب ده مش بس موجود في مصر، ده موجود في دول كتيرة. بالتأكيد هو إجراء احترازي بيحتاجه سلطات التحقيق إن هي
تقيد حرية شخص ما متهم أو هي شايف أنه متهم أو في دلائل أنه متهم لفترة محددة من الوقت لحين انتهاء هذه التحقيقات ولحين انتهاء المسار القضية اللي موجودة. أنت للأسف الشديد التطور اللي حصل في الجريمة الإرهابية، وهنا بختص لأنه هو الإشكال بيبقى دايما في الجرائم الخطيرة اللي من النوع ده، لانه الجرائم الاخرى بتبقى جرائم ربما تصل فيها الى يعني دلائل بشكل سريع في دلائل يعني. سريعه ليها تمام، لكن الجريمه الارهابيه بقت معقده، تخطيطها معقد، انت ممكن تلاقي متهمين، وده شفناه كتير لما بنيجي نقرا القضايا الخاصه بهذه القضايا تحديدا، بنجد المتهمين بيبقوا متفقين مع اللي ادوهم الاموال عشان ينفذوا البتاع على انه يدي معلومات مغلوطه لاجهزه بالظبط، يدي معلومات مغلوطه تخليك تدور في مناطق كتير جدا في توقيتات، وبتتكلم مثلا على بشر كثيرين يعني. فهنا سلطات التحقيق بتحاول انها توفر لاجهزه انفاذ القانون الوقت ان هو يقدر فيه يصل للجاني الحقيقي. انت في كل الاحوال عايز تصل لمن قام بهذا الفعل ومن قام بهذه الجريمة. ده الأمر بقى يحتاج وقت طويل، لأنه التطور التكنولوجي والتطور التقني اللي موجود في هذه الجرائم، ومنها جرائم كتير عابرة للحدود صحيح، وبتحرك فيها شخصيات والمتورطين والفاعلين بيها بالزبط. بيكونوا خارج البلاد يعني خارج، وكثيرا من الأوقات يقول لك المتهم ده يعني شخص طيب وأسرته ومش عارف مين وبيعمل إيه، وتكتشف أنه هو اللي قام بهذه الجريمة، وهذا الوجه الملائكي هو المجرم في النهاية. أيوة. ودي بتحصل كتير وحصلت كتير، وقضايا عندنا كتير من ضمنها قضية اغتيال النائب العام هشام بركات، لما تيجي تبص على الورق بتاعها هتجد كثيرا من التعقيدات خلتك طول الوقت مش عارف تصل للجاني الحقيقي، لغاية لما وصلت له في النهاية وبدأوا ينفوا تماما التهمة وبدأوا ينفوا كده، رغم ان الدلائل اللي انت وصلت لها واللي فيها انت قدرت توصل للي بيحركهم في دول اخرى يعني اكدت لك بالفعل ان هم دول اللي قاموا بهذه الجريمة. فبالتالي انت النهارده محتاج عشان تحمي المجتمع وعشان تحمي استقراره وامنه لازم يفضل موجود هذا الاجراء، وده اجراء متعارف عليه واجراء مهم جدا، وهنا لازم التوازن ما بين حقوق الانسان والامن. أيوة. الاثنين لازم يمشوا جنب بعض صحيح، مفيش واحد يقدم على التاني، لكن الاثنين لما يمشوا جنب بعض تقدر تحمي المجتمع وتوفر في الاخر انه مفيش انسان مظلوم يتعرض لهذه العقوبه. احنا بنشكر حضرتك شكر كبير الاستاذ محمود دباسيوني رئيس تحرير اخبار اليوم عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، شكرا. شكرا، نورتنا وشرفتنا. شكرا. لسه مكملين مع حضراتكم، نروح لفاصل سريع ومن بعده فقرتنا الاخيره في صباح الخير يا مصر. إجراءات كثيرة بتتخذها الدولة المصرية لدعم الصناعة والاستثمار، غير الامتيازات اللي كل فترة بتعلن عنها الحكومة للتشجيع على الاستثمار، عشان كده الدولة بتحاول بكافة الطرق إنها تذلل العقبات أمام المستثمرين والمصنعين محلياً أو حتى المستثمر الأجنبي اللي بيجي يستثمر في مصر. شفنا الأيام اللي فاتت لقاءات متنوعة لرئيس الوزراء مع مجموعة من المصنعين عشان يشوف إيه المشاكل اللي بتواجههم ويشتغل أو الحكومة تشتغل على حلها بشكل فوري وسريع. كل الخطوات دي مش بس بتهدف الحقيقة لتنشيط الصناعة في الداخل، لكن كمان توطينها. إزاي أقدر المنتج المحلي يعلو قيمته وأقدم القيمة المضافة ووطن الصناعات المختلفة، أقلل الاستيراد، أزود الصادرات. إجراءات كتيرة جدا، يمكن منها جزء كبير جدا خاص بالمظلة التشريعية الخاصة بالمستثمرين والتشريعات الاقتصادية المختلفة، لكن كمان المحفزات والقوانين الضريبية، وإزاي يقدر المستثمر إن هو يلاقي فرصة إن هو يستثمر في مصر بمقاوماتها المختلفة والتيسيرات والتسهيلات اللي بتقوم بها الدولة المصرية سواء للمستثمر الخارجي أو الداخلي. خلونا نتعرف على الموضوع ده بشكل أكثر قرب مع الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. برحب بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير هبة، صباح الخير دكتور محمد. صباح زيكم، أهلا وسهلا. عايزين نعرف كده في البداية، إحنا إيه الخريطة الصناعية بتاعتنا؟ إحنا بنقول إحنا عايزين إيه دلوقتي؟ طيب الأول في البداية نرجع للكلام، الدولة في الآونة الأخيرة يعني تحديدا في 4/7 وحكومة جديدة ونائب أول لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، إذن ده مؤشر جيد جدا
أن هناك اهتمام شديد غير مسبوق على مستوى الناحية الإدارية والتنفيذية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وحركة هامة جدا في إعادة الهيكلة للتعامل مع الاستثمار والتجارة الخارجية والتعامل مع الصناعة والنقل والتعامل مع التخطيط والتعاون الدولي. هذه الحركة الإدارية لها مردود يتعامل ويتعاطى مع التحديات الاقتصادية الموجودة حول العالم والتحديات الاقتصادية الداخلية. أحد أهم هذه التحديات هو القطاع الأكثر استيعابا للعمالة وكثيف العمالة وأكثر سرعة في قطر الاقتصاد والعودة إلى إعادة الهيكلة الاقتصادية عبر الاقتصاد الإنتاجي والمتمثل في الصناعة والزراعة. فشمل التغيير الوزاري والتغيير الوزاري الأخير نائبا أول لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ويقطر النقل والصناعة وأيضا وزيرا شابا جديدا للزراعة. ده معناه أنه الدولة بتنتهج خريطة استراتيجية تطبيقية فعلية للاستراتيجية الوطنية للصناعة. هذه الاستراتيجية لابد أن تحمل الارتفاع من 17% مشاركة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 20-25% من مشاركة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. هذا يستهدف أن يوفر 8 مليون فرصة عمل حتى 2030. الخريطة الصناعية المصرية الآن لابد وأن نركز فيها على بعض الأمور الهامة تتعلق بتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية، عملية إيجاد منتج مصري إلى الأسواق المصرية، وتوفير منتج مصري قابل للمنافسة في الأسواق الخارجية وتحديدا الأسواق البكر وأسواق القارة الأفريقية وهذه الصناعة من أجل التصدير. من هنا بدأنا نرى أن اجتماعات مكثفة أجراها دولة رئيس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي مع المصنعين سواء من السوق المحلي أو من المستثمر الأجنبي القادم من أجل الصناعة، بدأنا نرى زيارات ميدانية مكثفة، وهذه هي طبيعة العمل الوزاري الجديد الذي نشهده وتشهده مصر الآن. العمل الميداني ما بين يومين في الأسبوع إلى 3 أيام نجد السادة الوزراء موجودين. اسمح لي بس أقطع حضرتك لأنه نقطة مهمة جدا ورسالة من الدولة أنه رئيس الحكومة بنفسه بينزل يعمل جولات ميدانية ويقابل المستثمرين والمصنعين. رسالة مهمة أن الصناعة هي على رأس أجندة اهتمامات الدولة المصرية. سؤالي لحضرتك في هذه اللقاءات بعين الاقتصادي والمتخصص والمتابع، ايه ابرز المشاكل او التحديات اللي نقلها المستثمرين واهل الصناعه في مصر لدوله رئيس الوزراء؟ عموما المشاكل في مصر في الصناعه، المجتمع المدني المصري، منظمات الاعمال، اتحاد الصناعات، الجمعيات تتحدث دايما في مجموعه من التحديات وليست المشكلات، ولكن مختصرا توفير الاراضي الصناعيه، تسهيل التراخيص الصناعيه، العمل الجادي على ايجاد مبادرات مميزة لقطاع الصناعة وقطاع الانتاجي. ودي هنقول ليه، لان احنا عندنا قطاعات في 20 سنة الاخيرة تغولت في العائد بتاعها على الناتج الصناعي، يعني اللي اشتغل في العقار زي مش ده اللي اشتغل في الصناعة، فلابد ان يكون هناك حالة من الدعم من خلال مبادرات تمويلية معينة محفزة هذا القطاع. طب انا عندي حاليا مجمعات صناعية ومرفقة وعندي تنشيط للمبادرات الشابة في الصناعة زي مبادرة ابدأ، وعندي رخصة ذهبية، ازاي ده قدر يساهم في تيسير؟ ما هو انا اقول لسيادتك على حاجة، يمكن الدكتور محمد سألني على التحديات، انا يمكن اتكلمت على فكرة انه حتى انعكاسات جلسة دولة رئيس الوزراء او السيد وزير الصناعة والنقل هي تعطي رسالة طمأنة للمستثمرين، لكننا لا نغفل دور مؤسسة هذه القطاعات، وان العمل المؤسسي هو الذي سوف يحافظ على استدامة التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية. ربما هناك رسالة القرب مباشرة من رئيس الوزراء أو من وزير الصناعة ومن وجود مع المصنعين وموجود مع المستثمرين، لكن لدينا أيضا الفكر المؤسسي لهذا العمل. وجود برامج زي مبادرة ابدأ وزي الرخصة الذهبية وزي الرخصة الذهبية الآن إلى حد كبير جدا تجربة، وتجربة جادة جدا وناجحة جدا، وأكثر من 34 أو 35 رخصة صدرت. ربما يعني الحوار الآن مع وزير الاستثمار الجديد ووزارة الاستثمار الجديدة هي محاولة تعميم هذه الرخصة وأن تكون كل رخصنا على كل المستويات بهذا الشكل. ربما هناك أيضا التعامل مع
الجانب التشريعي حتى يتم إعادة النظر في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة صغيرة. بشكل يعطي إلى حد كبير صلاحيات ويعطي أمان ومرونة في التعامل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في تصوري أيضا أنه مبادرة ابدأ مبادرة حول تربط ما بين التطوير الصناعي والتطوير التمويلي والتطوير التكنولوجي مع بعض الصناعات الهامة جدا. عندنا أيضا مركز تحديث الصناعة عكف على أنه يعمل عملية حصر إلى أكثر من 152 فرصة صناعية من الصناعات المطلوبة في جمهورية مصر العربية أو بتستورد من خارج حتى نستطيع أن نحاول إنتاج الكلام ده موجود. عندنا توصيات النهاردة من يعني دولة وزير النقل والصناعة إلى أن مركز تحديث الصناعة يجري بعض المعارض السلبية اللي بيعرض فيها أن إحنا محتاجين المنتجات دي لبعض المصانع حتى يبقى ودي نقطة مهمة قوي. أنا احتياجاتي موجودة. فين الخريطة بتاعت احتياجاتي، فبالتالي أنا بقوم المشروع على الاحتياجات دي أو احتياجات السوق سواء محلي أو السوق الخارجي وبالذات أفريقيا حضرتك ذكرتها في بداية الحديث. يمكن إحنا عندنا التوجه أنه يبقى في أولا يعني من ضمن الحلول الاقتصادية في المرحلة القادمة هي تقوية الأوعية التي تجذب النقد الأجنبي ومن ضمنها طبعا ما حدش يقدر ينكر السياحة والتصدير، ودول عندنا حاجات تانية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، عندنا حاجات أخرى زي السندات والأوراق النقدية وأدوات الدين، لكن بنتحدث تحديدا على التصدير والسياحة. التصدير والسياحة لما العملة بتنخفض أمام الدولار فعلى طول لازم ترتفع السياحة ويرتفع التصدير عشان بتكون في نفس الوقت بتبقى محفزة، يعني بتلاقي عملة منخفضة بتبقى محفزة للصادر ومحفزة للسياحة. وبالتالي احنا يعني الحمد لله المتابع والراصد للحالة الاقتصادية، احنا السياحة المصرية في الفترة الأخيرة بفضل يعني في ظل أنت تعمل كدولة والنيران تحصلك من جميع في ظروف جيوسياسيه غير مسبوقه، ومع ذلك السياحه العربيه والسياحه الاجنبيه وسياحه الشواطئ وسياحه المنتزهات والمهرجانات ومهرجان العالم العالمين ووجود ايضا مهرجان السياحه وموسم السياحه السنه دي بشكل جيد ومطمن، ارقام مبشره للغايه. التصدير والتصدير للقاره الافريقيه لابد ان يكون خلفه منتج، يعني عشان نعرف رقم الصادر لازم يكون عندنا منتج جيد وسعره جيد تنافسي وايضا بمستوى جوده معين. هذا الامر لابد ان يكون في خريطه صناعيه، وهنا الحديث عن رقمنه الخريطه الصناعيه الاستثماريه لكي يعني نحدث شكل اقتصادي خالي من الجزر المنعزله. يعني احنا عندنا لازم نعرف احتياجاتنا الصناعيه ايه واخاماتنا الموجوده ايه. وعلى فكره عايز اقول حاجه هنا عشان الساده المشاهدين، في المبدا الان اللي بيدرس في كل يعني جامعات العالم، هارفارد بتدرس مبدا اسمه الايكونوميك كومبلكستي اللي هو التعقيدات الاقتصاديه. التعقيدات الاقتصاديه دي نقلت دول، يعني نقلت كوريا الجنوبيه على سبيل المثال. يعني كوريا الجنوبيه النهارده لما نزلت البراندات، يعني زي حضرتك قلت في سؤالك الاحتياجات والمواد الخام اللي عندي ونقاط القوه أوفر. اللي انا فيها والتعليم بتاعي والروم التالية المتاحة في هذه البلد والاحتياجات الأسواق المحيطة المجاورة والنقل والتصدير بتاعي وخطوط النقل البحري بتاعتي، مستوى الترانساكشن بتاع المادي الموجود عشان أقدر أنتج الحاجة اللي أنا عندي وفرة فيها من ماتيريال أو من مواد خام واعظم فيها الصناعه بتاعتي ويجي لي العائد. عارف كمان ان انا عشان كده مثلا لو سالتيني احنا نصدر قماش ولا نصدر ماركه بتتباع ب 4 و 5 6000 عشان القميص يتباع ب 5000، هنا التعقيدات الاقتصاديه. الماركه هنا التعقيدات الاقتصاديه، ازاي استغل الموارد اللي موجوده بالشكل الامثل في تركيبه اقتصاديه معينه حتى استطيع ان احصل على منتج يناسب الاسواق المجاوره يخاطب كل الاسواق. في دول على فكره يمكن هقول بس كوريا الجنوبيه لما نزلت المنتجات والبراندات الكتيره اللي شفتوها في الاجهزه الالكترونيه ما نزلتش مثلا تيشيرت بمنتج معين او براند معين، ليه؟ لانه ده ما يمشيش في التعقيدات الاقتصاديه الخاصه بيها، فبالتالي هيبقى هدرع عندها في التوجه. وبالتالي الخريطه المرقمنه الصناعيه الاستثماريه التي تخدم التعقيدات الاقتصاديه عشان تبص على مستقبل بادوات وبموارد بشريه تحقق الكلام ده، هو ده المفروض ان المنظومه بتشتغل عليه بشكل جيد. ده كلام جميل جدا، ومحتاجين كمان عقول وتعليم صناعي مهم، لانه عشان اعمل افكار جديده او براندات جديده زي ما حضرتك بتقول في اي قطاع من قطاعات الصناعه محتاج شخص او كوادر عندها تعليم جيد فيما يتعلق بالصناعه. لو سالت حضرتك اي حد ممكن بيبص قطاع الصناعه ده قطاع ضخم جدا مهول جدا في مصر، ايه هي
روافع هذا القطاع، يعني روافع بمعنى المزايا النسبية أو المساحات النسبية اللي ممكن تخلي مصر دولة صناعية مختلفة. عندنا دول قريبة مننا اشتغلت على قطاع معين. شوف أنا أقول لك على حاجة، إحنا إيه اللي ممكن يبقى عندنا الميزة النسبية فيه؟ أقول لك على حاجة، أنت يمكن ربما عندنا حاجات كتير جدا بتميزك وحاجات كتير جدا تقدر تخليك تنتقل نقلة غير طبيعية في قطاع الصناعة. مبدئيا أنت دولة لديها سلة استثمار وسلة منتجات متنوعة. يعني أنا شايف أنه الثروة المعدنية والمحجرية اللي موجودة في سيناء، واتكلمنا طبعا كتير جدا وسمعتوا عن مصنع الرمال البيضاء ومصانع كتير جدا في جمهورية مصر العربية، مصانع المحاجر، مصانع كذا، احنا عندنا ثروة معدنية، عندنا يعني انت بتميز جدا على فكرة، يمكن السادة المشاهدين بيبقوا عارفين معنا احنا مميزين جدا جدا بخامة الأسمنت على مستوى العالم، مستوى العالم احنا مميزين جدا ببعض بخامات الرخام والثروة المحجرية والمعدنية، احنا مميزين ايضا في جونا حتى الآن القابل لان احنا نستخدم الطرق الحديثه وانظمه الري الذكي عشان نعوض الفقد في المياه في انظمه زراعيه متطوره بحيث نقدر نعمل منظومه. وعندي كمان ثروات الزراعيه منها يقوم التصنيع الزراعي، لكن التصنيع دي هتخلينا نتكلم عن القيمه المضافه، ان انا ما اصدرش الماده الخام، لا اصدر المنتج متصنع، فبالتالي هو المردود بالنسبه لي احسن. القيمه المضافه جزء من الكومبوننتس او مكونات التعقيدات الاقتصاديه، ودي جزء مهم جدا ازاي تتحول الى الجزء ده وتبقى دارس كويس جدا انه احتياجات الاسواق النهارده ما عادش يا جماعه الناس ما عادش بتشتغل ثنائي، ما عادش حد بيقول العلاقات الثنائيه، هي العلاقات المتشعبه والمتعدده، العالم اصبح قريه صغيره، فما عادش ينفع ان انا اشتغل على صناعه وانا مش شايف احتياجات 53 دوله في قاره افريقيا ايه. واحنا قلنا قبل كده في بعض التوصيات ان انت لو عندك 152 منتج محتاجهم، طب انا ممكن 20 منهم يسيب 132 عندي واروح لدوله افريقيه عندها الخامه وعندها الموارد البشريه واقول لهم طب نصنع ده افريقي. النهارده التكتلات الاقتصاديه في العالم بيعاد تشكيلها، لا والتجمعات بيعاد تشكيلها مثلا لشركات اجنبيه ان هي تيجي تفتح عندك كمان. الشركات الاجنبيه خلينا نتكلم عليها في الاقتصاد، مهم جدا ان احنا يبقى عندنا اولا انت عشان تجذبي استثمار اجنبي مباشر الان لازم يكون عندنا اليات معينه، وهنا في وزير استثمار جديد قادم من القطاع الخاص عليه ان يعيد صياغه التعامل من خلال هيئه الاستثمار اللي موجوده، وان في نفس الوقت مش معنى ان احنا عندنا يعني عوده بوزير استثمار وعايزين نطلع رحلات ترويجيه فننسى التقشف الحكومي اللي احنا كنا عاملينه، يبقى عندنا زياده في التكاليف والسفريات تزيد بقى والترويج يزيد وفي الاخر نصل لنفس النتيجه. فالاستثمار الاجنبي المباشر مع تكاليف مظبوطه في جذبه نقدر نحقق حاجه. الحاجه الثانيه الاستثمار الاجنبي المباشر لما يجي في منه انواع معاها تكنولوجي، والتكنولوجي ترانسفير اجريمنت لازم عشان نوطن التكنولوجي، فلازم نتفهم كيفيه التفاوض مع الاستثمار الاجنبي المباشر، كيفيه التفاوض مع المعالجات التجاريه مع الدول اللي موجوده واللي بتعامل معاها سواء في سياسه الاغراق او في سياسه الوقايه او في سياسه المواصلات الضاره، وكيف يمكن ان اتعامل مع الاسواق الاجنبيه ان انت لو هتيجي تشتغل عندي وتعمل استثمار اجنبي عندي ومعاك تكنولوجيا انا كمان هقدر اصدر للسوق اللي انت عايزه الحاجات اللي انت محتاجها. لكن لازم هنا يكون التعليم بتاع القانون التجاري الدولي في كليات الحقوق بتاع مصر عنده قدره على التعاطي مع اتفاقيات نقل التكنولوجيا عن ثبات القوانين الاقتصاديه قبل بس القوانين بس في النقطه دي تحديدا التصدير، يعني حضرتك قلت استثمار مباشر من الخارج وانا كدوله لازم اهتم بالتصدير، وشفنا توجه الفتره الاخيره انه لا لازم يبقى في تشجيع وحوافز للمصنعين المصريين للتصدير. شايف الخطوات اشتغلنا عليها ازاي؟ الدوله اشتغلت ازاي في ملف التصدير؟ شوف في استراتيجيه، في مجلس اعلى الصادرات، في كلام كتير جدا الاعلام اتكلم عليه في التصدير ورفع مستوى التصدير، لكن خليني اقول لك على موضوع مهم جدا. احنا هدفنا 100 مليار دولار ونقدر 145 ل 2030، وبالمناسبه ده رقم على فكره سهل جدا تحقيقه والمفروض نستهدف فوق ال 250 مليار دولار مع التنوع ومع الاسواق المطلوبه ومع حاجات كتير ومع يعني ظروفنا. لكن خليني اقول لك على حاجه من ضمن الحاجات، لان احنا وقت البرنامج مش هيسمح انه في كام مكون في الاستراتيجيه الوطنيه للتصدير. اهم حاجه فيها في العالم حاجتين، وخلينا نركز معاكم على نقطتين عشان المشاهدين يطلعوا معنا بحاجه. في حاجه اسمها توسيع قاعده المصدرين وتوسيع قاعده الخدعين الضريبيه. انا النهارده لو عندي 10 مصدرين بيصدروا شيء معين هم بقالهم 40 سنه بيصدروا ب 5 مليار، لو خليت ال 10 دول دخلت لهم صغيرين وكبرتهم ونميتهم بقوا 20 يصدر ب 10 مليار. اذا نجاح الدوله في استحداث ادارات تصدير داخل جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه
وان احنا نشجع قاعده المصدرين وناخد بايد صغار المصدرين، وان يكون هناك قرار من دوله رئيس مجلس الوزراء بان كافه المعارض الدوليه اللي تشارك فيها مصر فيها 10% ما لا يقل عن 10% من صغار المصدرين، عشان ننمي مزارع مصدرين، عشان نوسع قاعده المصدرين، عشان نعرفهم السوق الاجنبي بيقول ايه، عشان نشوف السوق الاجنبي منتجاته شكلها ازاي، عشان يتعامل مع الاسواق الاجنبيه. وبالتالي احنا نشأنا وحدينا في الشارع المصري ان الخمسه دول فلان وفلان 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 بيصدروا بخمسة مليار. اوكي كبار ومصانع كبيره ومحتاجينهم واصحاب خبرات، لكن العالم كله الصين وسعت قاعده المصدرين، الدول العظمى وسعت قاعده المصدرين في الصادرات. فده مهم جدا ونشتغل عليه، ونشتغل عليه من تدريب وتاهيل ودعم وكل انواع الدعم للمصدر الصغير بشكل جيد. دي على طول مباشره هتحول الاقتصاد الغير رسمي الاقتصاد رسمي، وبالتالي هتزود قاعه القاضيين ضريبيا، وبالتالي هتسد عجز الموازنه. خلي بالك عجز الموازنه في مصر الطريق الامثل الى انك تغلقه هو تخضيع عدم القاضيين ضريبيا وليس زياده اعباء على القاضيين. يعني مش اللي انا عارفه موظف حكومه بس تقطع منه، لا ده عدم القاضيين، فلازم لما يخضع حتى لو بمبلغ بسيط. ودي اجراءات في السياسات الضريبيه والسياسات الماليه الدوله بتشتغل عليها بشكل جيد من خلال الفاتوره الالكترونيه والرقمنه والاخر، عشان اصحاب المهن الحره اللي ما بيدفعوش ضرائب وفي موظف الحكومه بيدفع ضرائب وبالتالي بيتحمل كل اعباء الدعم. امور معينه عايزه علاجات في السياسات الماليه والضريبيه، لكن دمج الاقتصاد غير الرسمي الاقتصاد الرسمي. فهنا توسيع قاعده المصدرين واحده من اهم الاليات اللي لابد ان يتم العمل عليها، ويبقى في حافز معين لصغار المصدرين مش لكبار المصدرين. نعكس الايه شويه، ده اللي هيرجعني لنفس السؤال اللي كنت بتكلم فيه عن ثبات القوانين الاقتصاديه والمنظومه الضريبيه. حضرتك اتكلمت شويه عن المنظومه الضريبيه وازاي ان احنا نعيد النظر فيها مره ثانيه كنوع من المحفزات للمستثمر. انا كان بسطني جدا الاربعاء الماضي المؤتمر الدولي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي عندما اعلن ان مصر خلال شهر هتعلن عن السياسه الضريبيه الشامله الجديده. لكن السياسه الضريبيه الجديده بيعد بيها ربما ستعالج الكثير من التشوهات الضريبيه الموجوده في المنظومه الضريبيه المصريه، واعتقد انه هنا الاوان ان يكون هناك علاج لهذه المنظومه بشكل او باخر. اعتقد انه ميكانه المنظومه الضريبيه والتشريعات والقوانين الضريبيه والاصلاح الضريبي وتخضيع غير الخاضعين وحتى المصلحه نفسها واليه عمل المصلحه والمأموريات وكيف ان تتعامل كافه المأموريات في مصر على انها مأموريات كبار المستثمرين. قلنا 100 مره انه في بلجيكا الدوله الضريبيه الاولى في العالم، ودول كتير جدا بتتعامل مع صغار الممولين زي كبار الممولين. ليه؟ لان صغار الممولين ده في يوم من الايام كبار الممولين. اللي لو انا جيت واحد وبيديني 100 بيديني مليون جنيه ضريبه في الشهر واديني او 10 بيدوني مليون جنيه، لو الواحد ده سقط البيزنس بتاعه لاي سبب هخسر مليون، لو ال10 واحد سقط لسه عندي 900,000. فلازم نهتم الاهتمام بالقاعده الضريبيه وقاعده الخاضعين ضريبيا، الاماكن المقرات الخاصه بالمصلحه الضريبيه، الموظفين موظفين الضرائب، التدريب، التاهيل، المنظومه، القانون، التشريع الضريبي. ده كله قادر على ان يخرج منظومه ضريبيه مشجعه لمين؟ لجذب الاستثمار الاجنبي. الاستثمار الاجنبي لما بيجي يدخل الدوله بينظر على المنظومه الضريبيه، بيبص على المنظومه الضريبيه وعلى الحوافز الضريبيه وعلى حوافز التشجيع للاستثمار. كلها الاقتصاد بازل منظومه. صحيح. احنا يعني عايزين نتكلم معاك اكتر من كده، لكن يعني قدمت لنا روشته اقتصاديه مركزه، واستفدنا من كلامك دكتور يسري شرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه. نورتنا وشرفتنا وصباح الخير عليك. انا اتشرفت بيكم وشكرا جزيلا. شكرا. شكرا. وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر. بكرة فريق عمل آخر والمواعيد يتجدد معكم.